اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. Today ان شاء الله we are going to start unit 2 lesson 1 which is entitled non-negative and negative integer powers in R. الدرس بتاع النهارده درس ما يعتبرش جديد علينا، كل اللي فيه انت خدته السنه اللي فاتت السكند تيرم. يعتبر الدرس بتاعنا النهارده ريفيجن عن كل اللي انت خدته، بس اللي احنا خدناه السنه اللي فاتت كان 3 lessons. الثري ليسونز الدرس بتاع النهارده يعتبر ريفيجن. ايه ريفيجن عليهم؟ طيب تعالوا مع بعضينا نبدا ببعض الريماركس اللي احنا كنا اخدناها السنه اللي فاتت ونفتكر كانت بتقول لنا ايه. اولا انا لما بيجي لي الاكسبوننت اللي هو a باور n كنا بنسمي ال a ديت البيز، وكنا بنسمي ال n الباور او الاكسبوننت او الاندكس، وكان الاكسبوننت بوجه عام بيعبر عن الريبيتد مالتيبليكيشن. يعني لما يجي لك 3 تو ذا باور 3 دي معناها ايه؟ معناها ان البيز معمول له ريبيتيشن 3 تايمز، يعني عدد الحاجات اللي في الباور دي اللي هي القوه اللي بديها للبيز. البيز عندي 3 باور 3 يعني البيز ده عملت له مالتيبليكيشن 3 تايمز. كل لما يكبر عندك الباور كل لما الايه كل لما النمبر عندك الويت بتاعه يزيد وايه ورقمه يكبر. طيب مثلا لو عندي نيجاتيف 2 باور 4 دي معناها ايه؟ معناها ان البيز عندي نيجاتيف 2 هعمل له مالتيبليكيشن 4 تايمز. طيب تعالوا نفتكر مع بعضينا بعض الحاجات المهمه اللي احنا برضك ايه درسناها السنه اللي فاتت. اول حاجه اي حاجة باور 0 equal 1 طبعا مش جديدة علينا، دي عارفينها كويس قوي. يعني روت ال 5 باور 0 1، اي بيز عندك اي حاجة باور 0 equal 1. طيب الحاجة التانية اللي احنا كنا خدناها لو الباور even او الباور odd هيبقى ايه تأثيره على البيز اللي فيها نيجاتيف. يعني انا عندي نمبر اسمه نيجاتيف ايه، لو ال n دي عندي is even number هيحصل ايه؟ ال even لما يأثر على النيجاتيف النيجاتيف ساين multiplied even numbers من المرات هيحصل لها vanishing. يعني مثلا نيجاتيف 4 باور 2 دي معناها ايه؟ معناها نيجاتيف 4 تايمز مين؟ نيجاتيف 4. تلاقي ان النيجاتيف تايمز النيجاتيف يديني بوزيتيف، و 4 تايمز 4 ايكوال كام؟ ايكوال 16. يبقى as long as النيجاتيف exists even numbers of times، يعني لو النيجاتيف موجود عندك باعداد even لازم هيحصل له vanishing، يعني هيروح معاك من المساله. طيب لو انا عندي ال n دي is odd هيحصل ايه في النيجاتيف؟ هيريمينز معايا في المساله. يعني مثلا نيجاتيف 4 باور 3 دي معناها ايه؟ نيجاتيف 4 تايمز نيجاتيف 4 تايمز نيجاتيف الايه؟ ال 4. نيجاتيف تايمز نيجاتيف از بوزيتيف تايمز نيجاتيف ستيل النيجاتيف يبقى موجود معايا يبقى 64. يبقى هنفتكر الحته دي مع بعضينا، الايفن نمبر لما يكون عندي في الباور لما يجي ياثر على النيجاتيف يشيله من المساله خالص. طيب لو الباور عندي از اود لما يجي ياثر على النيجاتيف يطلعه لي ايه؟ يطلعه لي بره. يعني ايه كلمه يطلعه لي بره دي؟ هو حصل له مالتيبليكيشن في نفسه عدد ان من المرات وايه؟ وستيل موجود معايا فبيطلع بره. اوكي طيب الملحوظه اللي بعد كده اللي كانت مهمه جدا اللي هو النيجاتيف باور. لما يجي لي باور نيجاتيف كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقول ان هو بيكوال 1 اوفر البيز وبحول الباور لايه؟ لبوزيتيف. وكنا اتكلمنا وقلنا ان السمبلست فورم عندي ما ينفعش ابدا باي حال من الاحوال يكون فيها نيجاتيف باور. يعني بيقول لك فايند ان ذا سمبلست فورم لازم يكون كل المساله قدامي الشكل بتاعها بوزيتيف باورز. طيب وكذلك البوزيتيف باور ممكن احولها لنيجاتيف باور عن طريق ايه؟ 1 over a power negative n. يعني 5 power negative 2 يتصرف فيها ازاي؟ دي هت equal معايا 1 over 5 power 2، يعني هي موجودة في النيومريتور اخليها فين؟ في الدينومينيتور. طيب وكذلك 1 over 2 power negative 3 دي موجودة هنا في الدينومينيتور، ممكن اوديها في النيومريتور فوق واخلي الباور عندي is positive. جميل. طب نيجي بعد كده لما يجي لي fraction وعليه نيجاتيف باور تعمل ايه؟ اقلب الفراكشن هات الريسيبروكال بتاعه وحول لي الباور لبوزيتيف باور. يعني لما اقول لك 2 اوفر 3 باور نيجاتيف 2
نعمل ايه في النيجاتيف باور؟ حوله بوزيتيف باور، والفراكشن اللي جوه ايه؟ اشقلبه. Example 1 بيقول لي find in the simplest form each of the following. root 5 power 3 دي معناها ايه؟ ادي البيز بتاعي root 5. لما الاقي باور 3 يعني البيز ده معمول له multiplication times itself 3 times، يعني root 5 times root 5 times root المين؟ root 5 اللي هت equal ايه؟ الروت 5 times root 5 يديني 5، يبقى 5 times root 5 هيديني 5 root a root 5. طيب هنا root 3 power negative 2 دي نعمل ايه؟ دي نحول النيجاتيف باور لبوزيتيف باور، يبقى 1 over root 3 باور كام؟ باور 2. طب ما معنى root 3 باور 2؟ يعني كرر لي الروت 3 مرتين واعمل لها multiplication، يبقى انا عندي هنا 1 root 3 times root 3 اللي هتكون معي ايه؟ اللي هي 1 over كام؟ 1 over 3. طب نيجي هنا، احنا اتفقنا لما يكون عندي fraction والباور is negative نعكس الفراكشن جوه وخلي الباور عليه ايه؟ بوزيتيف. طب ال2 دي يحصل فيها ايه؟ ال2 دي هتأثر على الفايف وهتأثر على التو، يعني هتيكوال معايا 5 باور 2 divided 2 باور كام؟ باور 2. 5 باور 2 اللي هي 5 تايمز ال 5، 2 باور 2 اللي هي 2 تايمز ال 2 اللي هي هتيكوال معايا 25 divided الايه؟ ال 4. انا ماشي معاكم واحده واحده قوي عشان ايه؟ تحاول تسترجع الايه؟ القديم لو حد واقع منه حاجه من القديم. طيب هنا 0.1 باور نيجاتيف 2 نعمل ايه؟ نخليها 1 اوفر ال 0.1 باور كام؟ باور 2. حولنا النيجاتيف باور لبوزيتيف باور عن طريق ان انا غيرت وضعه، موجود في النيوميريتور اخليه في الدينوميريتور، لو كان جالك في الدينوميريتور زي دي اطلعه فين؟ في النيوميريتور. هتيكوال معايا الاتي، هيبقى عندي هنا 1 هنا يبقى 0.1 تايمز 0.1، عملت لها ملتيبيكيشن في نفسها مرتين عشان عندي باور 2 اللي هي هتيكوال معايا 1 اوفر كام؟ 0.01 اللي هي هتيكوال معايا كام؟ هتيكوال معايا 100. نيجي اللي بعديها، هنا هنا عندي الباور از نيجاتيف 3 يبقى نطلعه فوق باور كام؟ باور 3، يبقى نيجاتيف روت 2 اللي هو البيز بتاعي باور كام؟ باور 3. ال 3 ده هيأثر على النيجاتيف ويأثر على ال 2، يأثر لي على كل اللي جوه. طيب الباور عندي هنا اود، لما يأثر على النيجاتيف يفضل موجود معايا. طب والروت 2؟ يبقى روت 2 تايمز روت 2 تايمز روت ايه؟ روت 2 اللي هتيكوال معايا كام؟ هيبقى 2 روت 2. الروت 2 دي تايمز الروت 2 دي يديني ايه؟ يديني 2. طيب اللي بعديها دي هتيكوال الاتي، ال 2 باور نيجاتيف 1 موجوده فين؟ موجوده في النيومريتور، تخليها لي تحت في الدينومينيتور والباور يفضل عليها 1 زي ما هو. طب ال 3 موجوده تحت باور كام؟ باور نيجاتيف 1، طلعها لي فين؟ طلعها لي فوق، يبقى الباور بتاعها 1، وهنا تايمز ايه؟ تايمز ال 4، يبقى هتيكوال معايا 3 اوفر مين؟ اوفر ال 8. دي كانت مجموعة اكزامبلز بسيطة عشان ايه؟ تفكرنا باللي فات. طيب نيجي مع بعضينا نشوف تيبل ظريف جدا، هنفتكر في التيبل ده حاجات برضو خدناها السنة اللي فاتت. يعني لما يجي لي a باور m تايمز a باور n تو سيميلر بيزز ويز ديفرنت اندسيز، فور اكزامبل 4 باور 3 تايمز 4 باور 2، نفس البيز وعندي الباور مختلف، بنعمل ايه؟ بناخد نفس البيس 4 واعمل ادنج للباور، يبقى 3 بلس 2 يبقى يديني 4 باور 5. طيب لو عندي عمليه ديفيجن هعمل ايه في الباورز؟ هعمل الباور سبتراكشن، يعني 3 باور 6 ديفايدد 3 باور 2 يديني 3 اللي هو البيز، والباورز عندي 6 ماينس 2 اللي هي 3 باور 4. طيب a b باور n هنا ممكن اعمل ديستريبيوشن للباور اوفر ده وده، يعني 3 تايمز 4 باور 2، المهم يكون ايه؟ تايمز، اوعى يكون بلس، ما ينفعش يكون بلس، لازم تكون تايمز. ال2 ديت تنزل لي على 3 وتنزل لي على 4، يبقى 3 باور 2 تايمز 4 باور 2 اللي هي الديستريبيوشن اوفر الايه؟ اوفر البراكتس. طب لو عندي كذلك a اوفر b هو براكت وعندي باور n، ممكن اوزع ال 3 تبقى فوق ال 2 تبقى باور لل 2 باور لمين؟ لل 5. طيب لو عندي باور الباور يعني 4 باور 2 اول اوفر باور 3
باور الباور بعمل ايه؟ ما بعملش ادنج هنا للباورز، بعمل مالتيبليكيشن. يعني هيديني 4 باور 6، 2 تايمز 3 از ايه؟ از 6. اكزامبل 2 بيقول لي فايند از سمبلست فورم. تعال نطبق التيبل اللي احنا خدناه. انا عندي هنا روت 3 باور 7 تايمز روت 3 باور نيجاتيف 9 تايمز روت 3 باور 4. انت شايف ايه؟ انت شايف البيز ده زي البيز ده زي الايه؟ زي البيز ده. طب الحل يبقى عباره عن ايه؟ تديني روت 3 كده واجمع كل البيزز اللي فوق دي بالايه؟ بالاديشن. ليه بالاديشن؟ عشان في عمليه ملتيبيكيشن. يعني 7 بلس نيجاتيف 9 بلس الايه؟ ال 4 اللي هي هتديني روت 3 هيبقى باور 7 بلس ال 4 ايكوال 11 ماينس ال 9 ايكوال كام؟ ايكوال 2 which is ايه؟ which is 3. لان روت 3 باور 2 اللي هي ايه؟ اللي هي 3. بروبلم 2 روت 2 divided root 2 power negative 2 دي هت equal ايه؟ النيجاتيف باور يطلع فوق positive باور، يبقى كأنها root 2 times root 2 power كام؟ power 2، لان ده طلع فوق power 2، يبقى هت equal معي ده كده يديني 2، يبقى يديني 2 root ايه؟ root 2. طب كذلك هنا دي هت equal معي كده 1 over 2 root 5 times root 3 باور كام؟ باور 2 اللي هي هت ايكوال. خد بالك انا من حقي ان انا ده كده اضم الروتس مع بعضها، يعني ممكن تبقى كده 1 اوفر 2 روت ال 15 باور كام؟ باور 2. ال 2 دي تاثر على ال 2 وتاثر على ال 15، يعني هت ايكوال معايا 1 اوفر 2 باور 2 اللي هي 4 روت 15 باور 2 اللي هي كام؟ اللي هي 15، يبقى هت ايكوال معايا 1 اوفر كام؟ 1 اوفر 60. نيجي اللي بعديها ال 4 دي لازم تاثر على ال 3 وتاثر على روت 2 وتاثر على روت 3، يعني هت ايكوال معايا الاتي 3 باور 4 تايمز روت 2 باور 4 ديفايدد روت 3 باور ايه؟ باور 4، اللي هي هت ايكوال 3 باور 4 تايمز روت 2 باور 4. كل 2 من روت 2 يدوك 2، يبقى 2 باور 2 اللي هي كام؟ اللي هي 4. روت 3 باور 4 اللي هي روت 3 تايمز روت 3 تايمز روت 3 تايمز روت ايه؟ 3، اللي هي 3 تايمز 3 يديني ايه؟ يديني 9، يبقى هتيكوال معايا الاتي 3 باور 4 اللي هي 9 تايمز 9 تايمز ال 4 وتحت 9، دي تروح مع دي يبقى لي كام؟ ال 36. طب نيجي هنا دي باور الباور، يبقى اعمل ملتيبليكيشن للباورز ديت، يبقى هتيكوال معايا روت 3 باور نيجاتيف 4 اللي هي هتيكوال معايا 1 اوفر روت 3 باور 4 اللي هي هتيكوال معايا 1 اوفر 9. نيجي اللي بعد كده اكزامبل 3 بيقول لي سمبليفاي ايتش اوف ذا فولوينج تو سمبلست فورم. في المسائل دي بقى واحنا ماشيين لقدام لازم تعرف قاعده مهمه جدا جدا، الا وهي ان في اي مسائل سمبليفيكيشن لازم يبقى السمبليفاي فيرست. يعني ايه كلمه سمبليفاي فيرست؟ تعال اوضحها لك بمساله كده عشان تعرف يعني ايه سمبليفاي فيرست. لو جيت قلت لك حاجه زي كده مثلا، قلت لك مثلا 3 باور 10 تايمز 3 باور 12 تايمز 3 باور 13، وقلت لك تحت 3 باور 10 تايمز 3 باور 12 تايمز 3 باور 13. الله، دول زي بعض. انا قصد ان هم خلوهم لك زي بعض. هل الصح دلوقتي ان انا اقول كده 3 باور 10 بلس 12 بلس 13 دول 25 والتاني يبقى 35 وديفايدد 3 باور 35 اللي هي هتيكوال معايا 1؟ هل ده الصح؟ لا، مش ده الصح. الصح نعمل سمبليفاي فيرست. يعني انت لما تشوف ده زي ده يتكنسل 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 وفي الاخر يدي 1، يبقى انا وفرت عليا ملتيبيكيشن. اللي انا عملته ده عملت ايه؟ لما اقول لك 3 وطلعت الباور 35 انا كده عملت ايه؟ انا كده حققت الملتيبيكيشن، انا كده عملت الملتيبيكيشن بالفعل، وبالتالي عملت اديشن للباور. لكن الصح ان انا اعمل سمبليفاي فيرست، اخفض
النيوميريتور مع الدينوميريتور قبل ما اعمل عمليه المالتيبليكيشن. يعني مساله زي دي احلها ازاي؟ هل الصح ان انا اعمل 7 بلس نيجاتيف 5 ولا اعمل سمبليفيكيشن فيرست؟ لا، الصح نعمل سمبليفيكيشن فيرست. واي حد يقول لك غير كده لا غلطان طبعا. هو ده الصح، هو ده الاساس المظبوط في التعامل مع الفراكشنز. يعني مثلا هنا انا عندي هنا نفس البيز والباور نيجاتيف، طالما الباور نيجاتيف وباور نيجاتيف سمبليفاي على طول، ده يديني 1 وده يديني روت ال5 باور نيجاتيف 3. ما تطيرليش النيجاتيف مع البوزيتيف، لا النيجاتيف بيروح مع النيجاتيف ويبقى عندك الفرق. يعني نيجاتيف 2 نيجاتيف 5 اللي هيبقى الفرق ما بينهم اللي هو النيجاتيف 3. اوكي، يبقى انا عندي المساله تتحول لايه؟ تتحول لروت ال5 باور 7 بلس نيجاتيف 3 اللي هي روت ال5 باور 4 اللي هي 25. يبقى هو ده الحل بتاع المساله. ما تجيش تعمل لي اللي فوق وبعد كده تعمل لي اللي تحت وتعمل لي الاثنين ايه ماينس كده، غلط كبير والكلام ده مش صح. بروبلم 2، انا عندي هنا روت 3. خد بالك عندك بيز اهو مشترك مع مين؟ مع نفس البيز ده، يبقى ده كده كله يديني 1 وده هنا كله يديني 2 روت 3 باور كام؟ باور 2. يبقى ده هيديني ايه؟ هنا عندي روت 3 زي ما هي تايمز ال5 دي لما تاثر على النيجاتيف يجي لي بره، ويبقى انا عندي هنا روت 3 باور كام؟ باور ال5. طيب هنا تحت يبقى 2 روت 3 باور 2، ال2 ديت تاثر على ال2 وتاثر على ال3، يبقى هيديني 2 باور 2 اللي هي 4 تايمز روت 3 باور 2. لما اوصل للقطه دي تعمل ايه؟ ده كده يديني 1، ده كده يديني روت 3 باور 3. توصل معايا المساله الاتي لنيجاتيف روت 3 باور 4 ديفايدد ال 4 اللي هي هتيكوال. خد بالك النيجاتيف ده ملوش علاقه بالباور، ده روت 3 باور 4 كل 2 من روت 3 هيدوك 3، يبقى اكنها 3 تايمز 3 ايكوال 9، يبقى يديني نيجاتيف ال 9 اوفر الايه؟ اوفر ال 4. البروبلم اللي بعد كده، انا عندي هنا روت 12 روت 18 روت 2. طيب خد بالك بقى لازم في المسائل دي بقى تكون لمح شويه. اولا احنا ما بنشتغلش بالكالكوليتور، الكالكوليتور مرفوضه تماما. انت الكالكوليتور دي انت ما بتلجأ لهاش الا في حالات نادره جدا، لكن انت المفروض تشتغل دايما وزود كالكوليتور. انا عندي ال12 ايه علاقتها بال18؟ ال12 عندي ليه ما اقولش 4 تايمز 3؟ انا شايف فوق 18، انا عارف ان ال18 دي عباره عن 3 تايمز 6 و2 تايمز 9، وعارف ان ال12 ديت عباره عن 3 تايمز 4 وعباره عن 2 تايمز 6. يبقى انا لما اجي اختار، لا انا هفك ال12 ل2 تايمز 6 وهفك ال18 ل3 تايمز 6 عشان ايه؟ الروت 6 ده اقدر اعمل له سمبليفيكيشن. يبقى هتيكوال معايا ايه؟ هتيكوال معايا الاتي، روت ال18 نحولها الى روت 3 باور 5 تايمز روت ال 6 باور 5. يعني خليت دي جوه روت 3 تايمز روت 6 باور 5 ووزعت الباور عليهم. هنا تايمز مين متبقي معايا؟ روت 2 باور 3. مين تحت؟ روت ال 12 هنخليها 2 تايمز ال 6، يبقى روت ال 2 تايمز روت ال 6 باور كام؟ باور 4. نعمل سمبليفيكيشن، ده كله كده يديني 1 وده هنا يبقى معايا روت 6، لان انا هنا طيرت 4 مع 5، 4 من هنا اتكنسلوا مع 4 من هنا يبقى لي 1. طيب بالنسبه لروت 2 باور 4 ده هنا هو اللي هيديني 1 وده كده كله يروح، يبقى عندي هنا روت 2. تتخفض معايا المساله لروت 3 باور 5 تايمز روت مين؟ روت ال 6 ديفايدد مين؟ ديفايدد روت ال 2. طب ما انا ممكن احول روت ال 6 لحاجتين، احولها لروت 3 تايمز روت 2 واخلي روت ال 2 يروح مع روت ال 2. تبقى معايا في المساله روت 3 هنا باور 5 وعندي هنا 1 تبقى باور 6 which is 3 تايمز 3 تايمز 3 اللي هي 27. طيب نيجي بعد كده 10 باور نيجاتيف 3 و10 باور نيجاتيف 9. ما تجيش هنا اصل هنزل دي تحت عشان تتحول لبوزيتيف
وهطلع ديفولت تتحول لبوزيتيف. لا طب ما انت عندك على طول ممكن اعمل سمبليفيكيشن ده وهنا يديني 10 باور نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 6. اطلع لي بقى بيها فوق تديني ايه؟ تديني 10 باور 6 تايمز ايه؟ 0.01 ديفايدد مين؟ 10 باور 3. 10 باور 3 تديني 1، هنا يديني 10 باور 3، يبقى يديني 10 باور 3 تايمز 0.01 وزود كالكوليتر برضو 10 باور 3 تايمز 0.01 اللي هي 1 اوفر 100، 100 اللي هي 10 باور 2 يعني ده يروح مع ده، ده يديني 10 which is ايه؟ which is 10. تعالوا نشوف اكزامبل 4، هنتعرض لمجموعه تانية من المسائل افكارها مختلفه شويه. هنا بيقول لي 4 باور اكس تايمز 2 باور اكس ماينس 3 ديفايدد 8 باور اكس ماينس 2. اولا انت مش عارف تجمع الباورز عشان البيزس مختلفه، ثانيا مش عارف تفك ال 4 باور اكس لان الاكس دي بتقول لك ايه هتكرر ال 4 كام مره، وانت هنا مش عارف الاكس كام، وبالتالي مش عارف هتعمل مالتيبليكيشن لل 4 كام مره. في المساله دي بقى يبان قوتك في السمبليفيكيشن، يعني اللي فاهم سمبليفيكيشن صح واللي بيعرف يعمل سمبليفاي صح واللي بيعرف يشتغل ويزود كالكليتور هو اللي يعرف يشتغل على المسائل دي. طيب هنعمل ايه في المسائل اللي زي دي؟ اولا انت شايف 2 4 و 8 ايه اللي يجي في دماغك؟ ايه الكومون اللي ما بينهم؟ ان ال 4 عباره عن 2 باور 2، انا عارف ان ال 4 عباره عن ال 2 باور 2، وعارف ان ال 8 عباره عن ايه؟ عباره عن 3 باور 2. يبقى انا هعمل ايه في المساله اللي زي دي؟ انا هغير البيز، بدل ما اخلي البيز 4 انا هخلي البيز بتاعي 2 وعليه باور 2. يبقى انا عندي المساله هتبقى كده، هنحلها واحده واحده، لكن المفروض ان انا بعد كده هشتغل اسرع شويه. الفور باور اكس تحول ل 2 باور 2 والباور عندي يفضل فوق زي ما هو اكس. هنا تايمز مين؟ تايمز 2 باور اكس ماينس 3. طب وتحت الات عباره عن ايه؟ عباره عن 2 باور 3 اول اوفر الباور اللي موجود اكس ماينس كام؟ ماينس 2. طب احنا خدنا من شويه ان لما يكون عندي باور وعليه باور انا بعمل مالتيبليكيشن للباورز، يعني المفروض ده يديني ايه؟ ده يديني الاتي. هنا 2 الباور هنا 2 تايمز الاكس يديني 2 اكس، تمام الكلام ده تايمز 2 باور اكس ماينس كام؟ اكس ماينس 3. طيب تعالوا مع بعضينا بقى نحلل الحته دي. الحته دي عباره عن ايه؟ الحته دي عباره عن 2 باور 3 تايمز اكس ماينس 2. نركز بقى في دي، دايما المسائل بتبقى تركه في دي. ال 3 لازم اعمل لها ديستريبيوشن هنا وهنا، يعني هتتحول معايا 2 باور 3 اكس ماينس مين؟ ماينس 6. اللي هيعملها كده صح، لكن اللي هيقول لي 2 باور 3 اكس ماينس 2 وقع في الفخ. ايه هو الفخ؟ نسي يعمل ديستريبيوشن لل 3 مع الايه؟ مع ال 2، وبالتالي دي هتديني هنا 2 باور 3x ماينس الايه؟ ماينس ال 6. طبعا مش هينفع اعمل سمبليفيكيشنز، طب هنا اعمل ايه؟ اتبع الكلاسيكال ميثود اللي هو هقول 2 واضم الباورز اللي فوق يبقى 2x بلس x ماينس 3 عشان اعملهم مالتيبليكيشن. طب ديفايدد الكلام ده يبقى ماينس الباور ده، اقول ماينس 3x ماينس 6، لا طالما ماينس وبعد كده عندي 2 تيرمز يبقى افتح براكت يبقى 3x ماينس الايه؟ ماينس 6 اللي هي هتيكوال معايا الاتي 2 باور 2x وx يبقى 3x ماينس 3. النيجاتيف تعمله ديستريبيوشن هنا وهنا يبقى 3x بلس مين؟ بلس 6. ال 3x تروح مع النيجاتيف 3x، وهنا 3 نيجاتيف 3 وبوزيتيف 6 يديني بوزيتيف 3، يبقى هتديني 2 باور كام؟ 3 which is ال 8. المساله اللي بعد كده نفس الكلام، انا شايف هنا 2 وشايف 3، دول الاثنين دول برايم، يعني الحاجات دي كلها برايم هتفضل زي ما هي، لكن الشغل هيبقى على مين؟ هيبقى على الفور دي اللي هي هتبقى 2 باور كام؟ باور 2. طب اعمل ايه في ال 6 دي؟ ال 6 دي مالهاش مش 2 باور حاجه، بس انا عارف ان هي 2 تايمز 3. اوكي يبقى انا ممكن اقسم ال 6 ل 2 تايمز 3 وكل واحده افصلها بالباور ده. يعني هنشتغل ازاي؟ هنشتغل كده اهو، هتيكوال معايا الاتي. هنا هيبقى 2 باور 5n، الكلام ده تايمز 3 باور
2n plus 1. نعمل خطوة انتقالية هنا، الفور عندي عبارة عن 2 باور 2 والباور عندي نيجاتيف n، والسكس عندي عبارة عن 2 تايمز 3 والباور عندي 2n بلس مين؟ بلس ال 1. هعمل ايه بعد كده؟ الباور ده يأثر على ال 2 ويأثر على ال 3 as long as اللي بينهم multiplication sign، يعني ده هيكول معايا ال h، هيكول معايا كده 2 باور كام؟ باور 5n، ده لسه بنجهز المسألة، تايمز 3 باور 2n بلس ال 1 ديفايدد مين؟ ديفايدد 2 باور، أنا عندي هنا 2 ونيجاتيف n، 2 تايمز نيجاتيف n يبقى نيجاتيف ال 2n، الكلام ده تايمز، تايمز مين؟ ال 2 ديت تستقل بالباور ده لوحدها، وال 3 كذلك تستقل بالباور ده الإيه؟ لوحدها. طب تعالوا نبص مع بعضينا كده. طيب هل المفروض اجمع دلوقتي ولا بص بعيني على المساله؟ لا بص بعيني على المساله. هل الصح ان انا اقول ان 3 واحط عليها 2n بلس 1 واقول ماينس واعمل براكت 2n ماينس 1 واجي اشتغل على الخطوه دي واوزع النيجاتيف واكمل؟ لا، ما انا في الاخر عارف ان هيطلع باور 0، يبقى انا كده ده غلط، ما اعملش كده. امال امشي ازاي؟ بعيني الاول ابص في المساله الاقي ان ده زي ده، يبقى اعمل لهم على طول كانسليشن، يبقى ده راح مع ده على طول. يبقى يتفضل معايا البيس 2 وعليها الباورات اشتغل على الكلام ده. يبقى هيكول معايا 2 باور 5n اللي هي اللي فوق، هيبقى ماينس ماينس ده اللي هي تبقى بلس 2n، وماينس الكلام ده نشتغل بسرعه شويه، الماينس يتوزع هنا وهنا، يبقى ماينس 2n ماينس 1، ده كده راح مع ده كده، يبقى يديني 2 باور 5n ماينس ايه؟ ماينس 1. الله، هقف على كده يا مستر. اه طبعا، لان انا عندي سيمبل مش هقدر اشتغل عليه. بس هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك فايند الفاليو اوف الريزلت هو ان الان ايكوال 1. يبقى لما الان ب 1 هيبقى عندي الباور ايكوال كام؟ هيبقى الباور عندي 2، 5 تايمز 1 از 5، ماينس 1 از 4، 2 باور 4 اللي هي ايه؟ اللي هي 16. نيجي للاكزامبل اللي بعد كده. بيقول لي بروف ذات الفراكشن ده ايكوال 27. مسائل البروف انا بعتبرها سهله، لان هو بيقول لك ايكوال كذا، فبيقول لك لو سمحت وصل لي ده لده، فانت يوم ما تطلع رقم ثاني غير ده انت غلطان. يبقى انا هعمل ايه في المسائل اللي زي دي؟ كمسائل ايكويشن هاخد الليفت هاند سايد واوصل بيه للرايت هاند سايد. يبقى الليفت هاند سايد هيكوال معايا الاتي، هنا روت 3 باور 2 ماينس ان، يبقى روت 3 باور 2 ماينس ال n، وعندي تحت روت 3 موجوده برضو باور مين؟ نيجاتيف n. طب مين عندي اللي بجهزه؟ ال 15 دي، ال 15 دي عباره عن 3 تايمز ال 5، يبقى نفصل ال 15 ل 3 تايمز 5 ونقسم عليها الايه؟ الباور ده. يبقى الكلام ده تايمز 3 باور n بلس 2، الكلام ده تايمز، تايمز مين؟ تايمز 5 باور n بلس 2. قسمنا ال 15 ل 3 تايمز ال 5، يبقى تحت ايه؟ هيبقى تايمز 3n هنا تايمز 5 باور n بلس a 2. طيب الاحظ ان عندي مين؟ الاقي عندي تيرم لايك ذا انذر تيرم، ده بالنسبه لي مكسب، يبقى ده بيخفض لي الشغل بتاع المساله، يبقى ده يتكنسل مع ده على طول. يبقى الكلام ده هيكوال الاتي، الكلام ده هيكوال معانا روت 3 باور كام بقى؟ باور 2 ماينس الn ماينس ماينس n اللي هي بلس n، الكلام ده تايمز 3 عندي هنا n بلس 2 وعندي تحت ماينس ال n لانها ديفايدد، ده بالديفيجن، يبقى احط الباور بالماينس، الاقي ان النيجاتيف n يروح مع البوزيتيف n، والاقي n البوزيتيف n يروح مع النيجاتيف n، تتحول معايا المساله للاتي روت 3 باور 2 تايمز 3 باور 2، روت 3 باور 2 اللي هي 3 باور 2 اللي هي 9 يديني كام؟ 27 which is right hand side، يبقى approved. تعال نشوف مع بعضينا example 7. بيقول لي اول problem فيه بيقول لي 5x equal to find the value of 5 power negative x. طيب احنا عايزين 5 power negative x، يبقى انا عندي ال5 باور نيجاتيف الاكس، انا عندي الباور نيجاتيف، يبقى هحوله لبوزيتيف ازاي؟ يبقى 1 اوفر 5 باور ايه؟ باور اكس،
وانا عارف ان ال 5 باور اكس ايكوال 2 يبقى هت ايكوال معايا 1 اوفر كام؟ 1 اوفر 2. طب المساله اللي بعديها عايز هنا ال 3 باور اكس ايكوال 2 اديني الفاليو بتاع ال 27 باور ايه؟ باور اكس. طب ايه الريليشن ما بين ال 27 وال 3؟ انا عارف ان ال 27 عباره عن 3 باور كام؟ باور 3. يبقى انا هقول على طول ان ال 27 باور اكس دي هتيكوال 3 باور 3 اول اوفر باور اي اكس اللي هتيكوال معايا 3 باور اي 3 اكس. طب هل انا كده حليت المساله؟ طب انا كده طب هتصرف ازاي؟ انا عندي 3 باور 3 اكس. اه ما خد بالك، ما انا ممكن طالما باور الباور، طالما 3 اول اوفر باور اكس، انا ممكن اعكس، يعني ممكن اقول ان المنظر ده بيكوال معايا ايه؟ 3 باور اكس اول اوفر ايه؟ اول اوفر 3. يعني ابدل ما بين ال3 والاكس عشان اظهر ال3 باور اكس. طب اللي هي هتيكوال ايه؟ 3 باور اكس ايكوال 2، يبقى 2 باور 3 ويتش از ال8. المساله اللي بعد كده بيقول لي 2 باور اكس ايكوال 5، فايند الفاليو اوف الكلام ده. دي اسهل من دي، لان انا عندي 2 باور اكس بلس 2. معناها ايه؟ معناها ان انا كان عندي بيز عليه باور اكس وبيز عليه باور 2 ومعمل لهم ملتيبيكيشن، يعني دي اكنها 2 باور اكس تايمز 2 باور ايه؟ باور 2. وبقى عشان دي كده يعتبر فكتها دي. طب 2 باور اكس بكام؟ ب 5، يبقى 5 تايمز 2 باور 2 از 4، يبقى يديني كام؟ يديني 20. نيجي مجموعة التراي. الاكس عندي بروت 6 والواي بروت ايه؟ بروت 3. عايز في السمبلست فورم اكس باور 4 واي باور نيجاتيف 4. طب اكس باور 4 y باور نيجاتيف ال 4 دي بتيكوال x باور 4 ديفايدد y باور 4، صح ولا لا؟ دي جبتها تحت. طب انا عندي 4 و 4، طب ما احنا نضمهم، يعني x اوفر ال y باور كام؟ باور 4، اللي هي هتيكوال x عندي بكام؟ روت 6، y عندي بكام؟ روت 3 باور 4. روت ال 6 عباره عن ايه؟ عباره عن روت 3 times root 2 divided root 3 all over power كام؟ power 4. ده راح مع ده، يبقى معايا root 2 power 4 which is ال A which is ال 4. نيجي اللي بعد كده 7 power x equal 5. اديني الفاليو بتاعت 7 power negative x. 7 power negative x دي هت equal ايه؟ 1 over 7 power x اللي هت equal 1 over ال A over ال 5، ان 7 باور اكس ب 5. نيجي اللي بعد كده 5 باور واي ايكوال 9. عايز الفاليو اوف 125 باور واي. طب ال 125 مشهوره جدا، عباره عن ايه؟ عباره عن 5 باور كام؟ باور 3. يبقى عندي ال 125 باور واي هتيكوال معايا 5 باور 3 اول اوفر باور واي. مستر انت كده استفدت ايه؟ انا هو مديني 5 باور واي، اظهرها ازاي؟ طب ما تبدل ده مكان ده، من حقك، لان الاثنين دول معاهم ملتيبيكيشن، يعني دي اكنها 5 باور واي الاوفر باور كام؟ باور 3. اظهرت ال 5 باور واي اللي هي ب 9، يبقى 9 باور كام؟ باور 3. 9 تايمز 9 تايمز 9 اللي هي 729. المساله اللي بعد كده 3 باور n بلس 1 ايكوال 6. عايز الفاليو اوف 3 باور n. طب دي ايكوال كام؟ دي عباره عن 3n تايمز ال 3. فكيت ده، ال 3 عليها ادد باورز، ممكن افصلها الملتيبيكيشن على طول. ده ايكوال كام؟ ايكوال 6. ال 3 تروح الناحيه الثانيه بالديفيجن، يبقى 3 باور n هت ايكوال 6 ديفايدد 3 which is ال a which is ال 2. تعالوا مع بعضينا نشوف اكسرسايز 10. وزي ما اتفقنا مع بعضينا في المسائل، ان انا لو جات لي فرصه ان انا اعمل سمبليفيكيشن اعملها قبل ما اعمل المالتيبليكيشن. طيب بيقول لي هنا في اكسرسايز 1 عايز الفاليو اوف ايتش اوف ذا فولوينج في السمبلست فورم. من صفات السمبلست فورم ان الباورز تكون بوزيتيف،
ما ينفعش يكون في improper fraction لان simplest form is a mixed number يا اما proper fraction يا اما mixed number. طيب هنا 3 باور ما ينفعش دي مش simplest form ليه؟ عشان negative power يبقى تتحول ل 1 over 3 power a power 2 which is 1 over a 1 over 9. هنا نشقلب الفراكشن يبقى 4 over ال 1 باور كام؟ باور 1 which is ال a which is ال 4. طيب اللي بعديها الريسيبروكال بتاع الفراكشن ونحط عليه بوزيتيف باور اللي هو يديني كام؟ يديني 9 ديفايدد ال a ديفايدد ال 4. خد بالك دي مش simplest form. السمبلست form mixed number مش improper fraction. يبقى هتيكل معايا 2 and 1 over a 1 over 4. root 5 power 4 root 5 power 4 اكنها root 5 times root 5 times root 5 times root 5 اتكررت 4 مرات كل 2 من دول يدوك 5 يبقى يديك كام؟ يبقى يديك 5 times 5 which is 25. هنا هيبقى 1 over root 3 باور كام؟ باور 2. root 3 باور 2 يعني root 3 times root 3 اللي هي 3. هنا الاول اخلي الباور از نيجاتيف يبقى هنا نيجاتيف root 3 باور كام؟ باور 2. الباور 2 ده لما يجي ياثر على النيجاتيف يشيله خالص يبقى اكنها 1 over root 3 باور 2. root 3 باور 2 اللي هي 3 يبقى 1 over كام؟ 1 over 3. اللي بعديها هنا هتيكوال معايا 1 over هنا الثيرد روت لل 5 all over باور 3. انا هنا باثر على الثيرد روت بالباور 3 بالمؤثر العكسي بتاعه. يعني معنى كده يحصل ايه؟ لما اثر بالباور على الروت بتاعه يحصل له كانسليشن، يعني اكن الباور ده هيشل الايه الروت ده، يبقى يديني 1 over كام؟ 1 over ال 5. طيب نيجي هنا دي هتيكوال معايا روت ال 5 باور كام؟ باور 2. طلعتها فوق عشان احول الباور من نيجاتيف لبوزيتيف اللي هي هتديني كام؟ تديني 5. بروبلم 9 0.01 اللي هي كام؟ اللي هي 1 اوفر ال 100 اللي هي 10 باور 2. اول اوفر كام؟ اول اوفر نيجاتيف 2. طب نشقلب الفراكشن يبقى 10 باور 2 باور 2 اللي هي 10 باور 4 اللي هي كام؟ 10,000. هنا 0.2 اللي هي 2 over 10 باور نيجاتيف 2. نشقلب الفراكشن اللي جوه عشان نحول النيجاتيف باور لبوزيتيف باور. يبقى يديني 10 باور 2 ديفايدد 2 باور 2 اللي هي 100 ديفايدد 4 which is 25. اللي بعد كده دي هتيكوال معانا 1 over root 2 باور 3 اللي هي هتيكوال معايا 1 over a over 2 root 2. ملحوظة مهمة جدا بقى، ما تسيبهاليش كده لان السمبلست فورم ما ينفعش الروت يبقى في الدينومينيتور. وبالتالي نستغل الدرس اللي خدته الترم اللي فات اللي هو الكونجكت، اقول هنا ملتبلاي root 2 over a root 2. يبقى انا عندي root 2 times root 2 يديني 2 times 2 is 4، يبقى هيديني root 2 divided الـ a divided الـ 4. طب نيجي هنا root 3 divided الـ a is 3 power 5. طيب نشقلب اللي جوه يبقى 3 وهنا root 3 باور كام؟ باور 5. ده يديني 1 ده يديني root a root 3. يبقى تنهي معايا على root 3 باور الـ 5 اللي هي تديني 3 times 9 يبقى 9 root a root 3. exercise 2 بيقول لي برضك simplify. انا عندي هنا similar bases، يبقى انا عندي هنا الـ x باور هيبقى 3 بلس نيجاتيف 2 بلس نيجاتيف 1 اللي هي عندي x باور 3 بلس نيجاتيف 3 اللي هي هتيكوال معايا x باور 3 ماينس 3 اللي هي x باور 0 which is ال a which is ال 1. طيب هنا ديفيجن يبقى هعمل سبتراكشن للباور، يبقى نيجاتيف 4 ماينس نيجاتيف 3. الماينس دي عشان علامه الديفيجن بعمل ماينس للباور، يبقى هتيكوال معايا x باور نيجاتيف 3 نيجاتيف تايمز نيجاتيف بوزيتيف يبقى بوزيتيف 3 اللي هيديني x باور نيجاتيف 1 اللي هي 1 اوفر x. ما سيبقاش كده عشان دي مش سمبلست فورم.
طيب هنا باور الباور يبقى هتيكوال معايا x باور 2 تايمز نيجاتيف 3 از نيجاتيف 6 الكلام ده تايمز x باور نيجاتيف 3 تايمز نيجاتيف 2 از 6 طيب دي كده اكنها 1 اوفر x باور كام x باور 6 الكلام ده تايمز الاكس باور 6 دي فوق طب ده يتكنسل مع ده يديني 1 على طول مش لوجيك ابدا ان انا اروح اعمل كده ان اقول x باور 6 ماينس 6 which x باور 0 equal 1 ده كده مش لوجيك انا بتعلم السيمبليفيكيشن عشان اسهل على نفسي الماثيماتكس طيب نيجي هنا لما نيجي نبص هنا نلاقي مجموعه من السيمبليفيكيشنز موجوده وجاهزه يعني الاكس هنا تتكنسل تديني 1 الاكس باور 2 تديني اكس هنا يديني 1 هنا يديني اكس باور نيجاتيف 1 تنهي معايا المساله على اكس ديفايدد اكس باور نيجاتيف 1 يطلع فوق ببوزيتيف 1 يبقى اكس تايمز اكس باور 1 انا ظهر اكس باور 1 اللي هي عندي اكس باور كام اكس باور 2 نيجي نبص هنا نلاقي عندي هنا باور الباور نكتبه الاول يبقى عندي هنا الاكس باور نيجاتيف 6 تايمز اكس باور نيجاتيف 2 لان هنا نيجاتيف 1 تايمز 2 نيجاتيف 2 2 تايمز نيجاتيف 3 از نيجاتيف 6 وعندي هنا اكس باور نيجاتيف 3 تايمز اكس باور نيجاتيف 4 اكس باور نيجاتيف 2 راحت هنا يديني هنا اكس باور نيجاتيف 2 اكس باور نيجاتيف 2 اكس باور نيجاتيف 6 اكس باور نيجاتيف 5 يروحوا مع هنا يديني اكس باور نيجاتيف 1 تنهي معايا المساله على اكس باور نيجاتيف 1 اللي هي 1 اوفر الاي 1 اوفر الاكس اللي بعد كده سيميلر بيزز يبقى هيديني روت 2 باور 2 بلس 4 اللي هي معايا روت 2 باور 6 which is 2 times 2 times 2 اللي هي 8 طيب هنا هيديني روت 7 عندي 5 ونيجاتيف 2 لما اعملهم اديشن 5 بلس نيجاتيف 2 is 3 وهنا عندي هنا تايمز روت 3 باور نيجاتيف 1 ده ينزل لي تحت يبقى هتيكوال معايا روت 7 باور 3 اللي هي روت 7 تايمز روت 7 تايمز روت 7 اللي هي 7 روت الايه روت 7 طيب روت 3 باور نيجاتيف 1 يبقى روت 3 تحت المساله اللي بعد كده روت 2 ونيجاتيف روت 2 وروت 2 خد بالك هما مش سيميلر بيزز يبقى لازم افصل في ده الاول خد بالك هنا 2 لما ياثر على النيجاتيف ده ولا اكنه موجود يبقى انا ممكن اعتبر ان ده روت 2 برضو يبقى اكنها روت 2 هنا عندي يبقى 4 بلس 2 هنا بلس ماينس 2 اللي هي نيجاتيف 2 اللي هي هتيكوال معايا روت 2 باور 4 اللي هي 2 تايمز 2 از ايه؟ از 4 اللي بعد كده روت 3 هنا نيجاتيف روت 3 ال 3 دي لما تاثر على النيجاتيف النيجاتيف ده هيكون موجود معايا يفضل بره طيب الروتس ال 4 ده لما ياثر على النيجاتيف النيجاتيف ده ايه؟ نلغيه خالص عشان الباور عندي هنا ايفن يبقى اكنها روت 3 اللي هي دي عليها باور 1 اظهره بقى عشان هعمل عليه اديشن لسه هنا بلس مين بلس 3 وبلس مين وبلس 4 اللي هتيكوال مع نيجاتيف روت 3 باور مين باور 8 اللي هي هتيكوال معايا نيجاتيف طبعا موجود يبقى 3 تايمز 3 تايمز 3 تايمز 3 اللي هي نيجاتيف ايه نيجاتيف 81 طيب اللي بعد كده ديفيجن يبقى على طول اعمل سبتراكشن للباور يبقى هتيكوال معايا روت 5 باور نيجاتيف 4 ماينس ماينس 6 اللي هي هتيكوال روت 5 باور نيجاتيف 4 بلس 6 اللي هي هتيكوال روت 5 باور 2 اللي هي كام؟ اللي هي 2. طب نيجي هنا هتيكوال معايا نفس البيز لان البيز عندي هنا كومون يبقى باور كام؟ باور 9 ماينس 5 اللي هي نيجاتيف روت 5 باور 4 ده لما ياثر على النيجاتيف ده عندي ايفن يبقى النيجاتيف مش موجود يبقى هتديني روت 5 باور 4 اللي هي 28 25. بروبلم 7 هنا عندي المفروض ال 6 يتاثر على النيجاتيف 1 وتاثر لي على ايه على روت 2 يبقى اكنها نيجاتيف 1 باور 6 ديفايدد روت 2 باور كام باور 6 نيجاتيف 1 باور 6 اللي هي ب 1 روت 2 باور 6 اللي هي بكام اللي هي ب 8 اللي بعد كده هنا المفروض ان انا عندي البيز ده ولا كأنك شايف النيجاتيف دي عشان الباور عندي ايه الباور عندي ايفن يبقى هتيكوال معايا الاتي هنا روت 2 وروت 2 يبقى روت 2 باور 3 بلس 2
والاوفر باور ايه؟ والاوفر باور 2 اللي هي اللي بره دي، يبقى هتيكوال معايا روت ال 2 باور 5 والاوفر باور كام؟ باور 2 اللي هي هتيكوال روت ال 2 باور كام؟ باور 10 اللي هي 2 تايمز 2 5 تايمز اللي هي 32. نيجي هنا روت 3 باور نيجاتيف 4 تنزل تحت ودي تفضل فوق، وهنا النيجاتيف ده هشيله عشان الباور ايفن، يبقى اكنها روت 2 باور 4 وعندي تحت روت 3 باور كام؟ باور 4. روت 2 باور 4 اللي هي 4 ديفايدد مين؟ ديفايدد 9. طيب نيجي هنا نيجاتيف 5 باور 3 اول اوفر باور 2، يبقى هتيكوال معايا نيجاتيف 5 باور 6، عملت 3 تايمز 2 الكلام ده تايمز نيجاتيف روت 5 باور نيجاتيف 4، يبقى اكنها 1 اوفر نيجاتيف روت ال 5 باور كام؟ باور 4 اللي هتيكوال معايا النيجاتيف ده اكني شايفه عشان الباور ايفن، يبقى وكذلك النيجاتيف ده اكني شايفه عشان الباور عندي ايفن، يبقى 5 باور 6 ديفايدد روت ال 5 باور كام؟ باور 4. روت 5 باور 4 اكنها 5 باور 2، وعندي 5 باور 6 يديني 5 باور كام؟ باور 4 اللي هي 625. اكسرسايز 4 سمبليفاي ايتش اوف ذا فولوينج تو ذا سمبلست فور. روت 7 نفس البيز ويز ديفرنت باورز، نعمل سمبليفاي. عندي هنا نيجاتيف 3 تديني 1، تروح مع ده يديني روت 7 باور نيجاتيف 6. طيب هنا نيجاتيف 4 ونيجاتيف 6 يبقى ده كده راح يديني 1 وده يديني روت 7 باور نيجاتيف 2. تتخفض معايا المساله ل 1 اوفر روت 7 باور كام؟ باور نيجاتيف 2 اللي هتيكوال معايا روت 7 باور 2 which is 7. المساله اللي بعديها ذا سيم نفس البيز ده كل ده كده يديني 1 وده كده يديني روت ايه؟ روت 3 باور 1 لان 7 لما اشيل منها 6 يديني 1. تنتهي معايا المساله لروت 3 تايمز روت 3 باور 8 اللي هي هتديني روت 3 باور 1 بلس 8 اللي هي روت 3 باور ايه؟ باور 9 اللي هي هتكون معايا كل 2 منهم ب 3، يبقى اكنها 3 تايمز 3 تايمز 3 تايمز 3 روت ايه؟ روت 3 اللي هتيكوال مع 9 يبقى 81 روت ايه؟ روت 3. نفس الكلام هنا، انا اولا ده كده ولا اكنك شايفه عشان الباور عندك از ايه؟ الباور عندك ايفن. طيب يبقى ده كده كله راح مع ده كده اداني تحت روت 3 باور كام؟ باور 4. طب ده كله كده يديني 1 وده كده يديني روت 3 باور ايه؟ باور 2، يبقى هتيكوال معايا روت 3 باور 2 which is a which is a 3. اللي بعديها روت 5 باور 10 روت 5 باور 11 ده كده يديني 1 ده كده يديني روت الايه؟ روت ال 5. النيجاتيف ده هيريمينز معاك عشان الباور اود، يبقى النيجاتيف بره وعندي هنا روت ال 5 باور 5 وعندي هنا روت الايه؟ روت ال 5. ده كده يروح مع ده كده يديني روت ال 5 باور 4 اللي هي هتيكوال مع النيجاتيف ده موجود بره، يبقى 5 تايمز 5 يبقى 25. اللي بعديها هنا مش هينفع اشتغل مع روت 7، اوزع النيجاتيف 2 هنا وهنا، يبقى دي هتيكوال معايا كده نعمل خطوه انتقاليه كده، يبقى عندي هنا 2 باور نيجاتيف 2 تايمز روت 7 باور نيجاتيف 2 تايمز روت 2 باور ايه؟ نيجاتيف 4. وزعت النيجاتيف 2 هنا وهنا وتحت ده موجود زي ما هو. مش لوجيك ابدا ان انا احط هنا روت 7 واقول نيجاتيف 2 ماينس نيجاتيف 2، ما ينفعش. لا انا اقول ده كده ايكوال 1 وده يتكنسل مع ده، يبقى ده هتيكوال معايا الاتي 1 اوفر هنا 2 باور نيجاتيف 2 يبقى 2 باور 2 تايمز روت 2 باور نيجاتيف 4 اللي هي روت 2 باور 4، يبقى هتيكوال معايا 1 اوفر 2 باور 2 از 4 روت 2 باور 4 از 4، يبقى 4 تايمز 4 از ايه؟ از 16. اللي بعديها نقسم بردك الباور هنا وهنا، يبقى هتيكوال معايا الاتي 3 باور 4 تايمز روت 2 باور 4 تايمز روت 2 باور 2 وتحت عندي هيبقى 2 باور 2 تايمز روت 3 باور 2. طيب انا عندي روت 2 باور 4 اللي هي 2 تايمز 2 اللي هي 2 باور 2 اللي هي دي، يبقى دي كده يديني 1 وده كده يديني ايه؟ 1.
طيب روت 3 باور 2 اللي هي 3، يبقى دي تديني 1 ودي هنا يديني 3 باور كام؟ باور 3. تنتهي معاك التخفيضات دي كلها على 3 باور 3 تايمز روت اللي هي 2، يبقى هتيكوال معايا 3 باور 3 27 تايمز 2 اللي هي 54. اللي بعديها نوزع ال 5 هنا وهنا، يبقى دي هتيكوال معايا الاتي روت 3 باور نيجاتيف 4 تايمز روت 2 باور 3 تايمز 3 باور 5 تايمز روت 3 باور 5. وزعت ال 5 هنا وهنا، هنا هوزع ال 5 بردك على ال 3 وعلى الروت 2، يبقى يديني 3 باور 5 تايمز روت ال 2 باور كام؟ 5 تايمز مين؟ تايمز روت 3. ابص بعيني الاقي 3 باور 5 و 3 باور 5، ما تجيش بقى تقول لي بره هنا احط 3 واقول 5 ماينس 5، الكلام ده ما ينفعش. لا ده انا على طول بعمل سمبليفاي كده يديني 1 كده يديني 1. نبص على الروت 2 الاقي هنا روت 2، هنا عندي روت 2 باور 3 لا يبقى يديني 1، وهنا كده يبقى روت 2 باور كام؟ باور 2. طب الاقي فوق مين؟ روت 3 باور 5 وتحت روت 3، لا انت تروح كده وهنا يبقى لي روت 3 باور كام؟ باور 4. طب ده كده هينزل لي تحت روت 3 باور 4، يبقى ده كده راح مع مين؟ يبقى راح مع ده كده. يبقى تنتهي معايا كل المسألة ان في تحت عندي روت 2 باور 2، يبقى 1 اوفر روت 2 باور 2 اللي هي 1 اوفر كام؟ 1 اوفر 2. المسألة اللي بعد كده روت 3 باور 3 وروت 3 باور 4، لا على طول كده ده يديني 1 ده يديني روت ايه؟ روت 3. يبقى هتيكوال معايا روت 3 باور 6 ديفايدد 27. روت 3 باور 6 انا كل عندي 2 ب 3، يبقى اكنها 3 تايمز 3 تايمز 3 اللي هي 27 divided 27 which is the which is the 1. اللي بعديها root 2 power 3 root 2 power 5 لا كده تديني 1 ده تديني كده root 2 power 2. نقسم بعد كده ال 10 ل 2 times 5، هنا root 2 power 2 اللي هي 2 يبقى 2 times، هنا ال 10 عبارة عن 2 times 5 كل واحد فيهم ياخد power 6 يبقى 2 power 6 times 5 power كام؟ 6 divided mean divided 2 power 3 تايمز 5 باور 5، دي كده تديني 1 دي كده تديني 5 دي كده تديني 1، هنا يبقى 2 باور 3. يبقى انا عندي 2 2 باور 3 2 باور 4 يبقى 2 باور 4 الكلام ده تايمز مين؟ تايمز 5 باور 1 2 باور 4 اللي هي 16 تايمز ال 5 which is ال a which is ال 80. نيجي نبص لبروبلم 10 ال 15 نخليها 3 تايمز 5. طب وال 9 عباره عن 3 باور 2، يبقى نعمل كده خطوة انتقالية كده ال 15 عبارة عن 3 times 5 يبقى 3 باور نيجاتيف 2 times ال 5 باور نيجاتيف 2، وعندي هنا روت 5 باور كام؟ باور 3، وعندي هنا 3 باور كام؟ باور 3. طب تحت ال 9 دي عبارة عن 3 باور 2 times روت ال 5 باور كام؟ باور نيجاتيف 3. الوحيده اللي تتخفض معايا دي كده تديني 1 دي كده تديني ايه؟ 3. وعندي برضو هنا ال 5 عباره عن روت 5 باور 2، يعني دي كلها كده عباره عن روت ال 5 باور نيجاتيف 4، يبقى دي كده تروح تديني 1 دي كده تديني ايه؟ روت ال 5 باور نيجاتيف 1. يبقى يبقى معايا في المساله ايه؟ يبقى معايا 3 باور نيجاتيف 2، ويبقى معايا 3 دي اللي هي 3 باور 1، يبقى هنا بلس مين؟ بلس 1. ومين معايا فوق؟ متبقي معايا روت ال 5 عليه هنا نيجاتيف 1 وعليه هنا بلس 3، يبقى هتيكوال معايا 3 باور نيجاتيف 1 الكلام ده تايمز روت ال 5 باور 2 روت ال 5 باور 2 اللي هي 5، ودي تنزل لتحت يبقى يديني 5 اوفر كام؟ 5 اوفر 3. هنا انا عندي روت 5 وروت 2، التاني عباره عن روت ال 5 تايمز روت ال 2، يبقى هتيكوال معايا روت ال 5 باور 6 تايمز روت ال 2 باور 8 ديفايدد روت ال 5 باور 4 تايمز روت ال 2 باور كام؟ باور 4. دي كده تديني 1 دي كده يبقى روت ال 5 باور 2، دي كده تديني 1 دي كده يبقى روت ال 5 روت ال 2 باور كام؟ باور 4. يبقى هتيكوال معايا روت ال 5 باور 2 تايمز
root 2 power 4 اللي هي 5 times 4 which is 20. اللي بعد كده تعال نفك دول، دي هت equal معايا كده 10 power 2 times 10 power negative 7. 0.1 عبارة عن ايه؟ عبارة عن 1 over 10، يبقى 1 over 10 power 2. وعندي هنا 0.001 دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن 1 over 1000. ده هيقول معايا الاتي 10 power 2 times 10 power negative 7. دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن 10 power negative 2. دي عبارة عن 10 power negative 3. 10 باور نيجاتيف 2 10 باور نيجاتيف 3 يديني 10 باور نيجاتيف 5، يروحوا مع 10 باور نيجاتيف 7 ويبقى معايا 10 باور نيجاتيف 2 اللي هي 10 باور 2 فوق ودي تنزل لي 10 باور 2 تحت، يروحوا مع بعض يديني 1. اللي بعد كده simplify each of the following. طيب نوزع ال 4 هنا وهنا وهنا، ال 4 دي هتأثر على الروت 3 وتأثر على 2 وتأثر على الروت 2، يعني هتيكوال معايا الاتش 2 باور 4 روت 3 باور 4 ديفايدد روت 2 باور 4 اللي هي هتيكوال 2 باور 4 اللي هي 16، يبقى 16 روت 3 باور 4 اللي هي 9، روت 2 باور 4 اللي هي 4 which is 36. اللي بعديها هتيكوال معايا 3 باور 4 تايمز روت 2 باور 4 ديفايدد 2 باور 4 تايمز روت 3 باور كام؟ باور 4. 3 باور 4 اللي هي 81، روت 2 باور 4 اللي هي 4، 2 باور 4 16، روت 3 باور 4 9. ده يديني 1 ده يديني 4 ده يديني 1 ده يديني 9، يبقى يديني 9 over الكام؟ over 4. دي مش simplest 4، 2 and 1 over كام؟ 2 and 1 over 4. اللي بعد كده هتيكوال معايا، ممكن اخش simplify جوه الاول، يعني ممكن اقول كده negative 5 هنا root 2 هنا power 4 وهنا 2 power root كام؟ root 5. root 5 يديني 1 وهنا 5 يديني root 5، وده يديني 1 ده يديني روت ايه؟ روت 2. يبقى هتخفض معايا المساله لايه؟ لنيجاتيف روت ال 5 ديفايدد روت الايه؟ روت ال 2 باور كام؟ باور 4. طب ده كده ولا اكني شايفه عشان الباور عندي ايفن. يبقى روت ال 5 باور 4 ديفايدد روت ال 2 باور 4 اللي هي 25 ديفايدد ال 4 اللي هي هتديني 6 and 1 over 4. اللي بعديها هنا نوزع الباور هنا وهنا وهنا وهنا، يبقى هتيكوال معايا root 3 باور 2 اللي هي دي، وتحت root 2 باور 2 اللي هي دي، الكلام ده تايمز root 2 باور 4، وزعت ال 4 هنا وهنا، وتحت root 3 باور 4. ده يديني 1 ده يديني روت 3 باور 2، ده يديني 1 ده يديني روت 2 باور 2. تنهي معايا المساله لروت ال 2 باور 2 ديفايدد روت 3 باور 2 اللي هي 2 اوفر كام؟ 2 اوفر 3. اكسرسايز 6 بيقول سمبليفاي تو سمبلست 4. 9 باور اكس 3 باور اكس بلس 2 و27 باور 3. في المسائل اللي زي دي لازم احاول اخلي البيزس كلها برايم، يعني ال 9 ال 9 عندي عباره عن ايه؟ ال 9 عندي عباره عن 3 باور 2، ال 27 عباره عن 3 باور كام؟ باور 3. يعني دي هتيكوال معايا الاتي هنا ال 9 عباره عن 3 باور 2 اول اوفر باور اكس، الكلام ده تايمز 3 وعليها اكس بلس 2، وعندي هنا هيبقى 3 باور 3 اول اوفر باور اكس اللي هي هتيكوال هنا هيبقى 3 باور 2x باور الباور، هيبقى هنا تايمز 3 باور x بلس 2، وتحت عندي 3 باور 3x. ده يديني 1 ده يديني هنا 3 باور ايه؟
باور اكس، يبقى هتيكوال معايا 3 باور اكس بلس 2 ماينس مين؟ ماينس الاكس، الاكس تروح مع الاكس يديني 3 باور 2 ويتش از 9. سأل لي بعد كده ال 12 عندي عباره عن ايه؟ انت عندك هنا 2 باور 2 اكس، ال 12 عباره عن 4 تايمز ال 3 وال 4 عباره عن ايه؟ ال 4 عباره عن 2 باور 2، يعني دي اكنها 2 باور 2 اكس تايمز 3 باور اكس ماينس 1، وال 12 عباره عن 4 تايمز مين؟ تايمز 3، وكل واحده يتوزع عليها الباور. طب 4 تايمز اكس عباره عن ايه؟ عباره عن 2 باور 2 اكس، وعندي هنا 2 باور 2 اكس هنا تايمز 3 اكس ماينس 1، وعندي هنا تايمز 3 باور اكس، دي راحت مع دي يبقى معايا 3 باور اكس ماينس 1 ماينس اكس، تروح الاكس مع الاكس يديني 3 باور نيجاتيف 1 اللي هي 1 اوفر كام؟ 1 اوفر 3. هنا ال 8 عباره عن 2 تايمز 4 يبقى هتيكوال 2 باور اكس، الكلام ده تايمز 4 باور اكس بلس 1 ديفايدد 2 باور اكس تايمز 4 باور اكس، عملت ال 8 2 تايمز 4 ووزعت عليها الباور. طب لو جيت قلت مثلا هخلي ال 8 2 باور 3 هتلاقي الاكس مش عارف يطيرها، يبقى لازم انا اخمن هقسم ال 8 عباره عن ايه، 2 ولا 2 تايمز 4 ولا 2 باور 3 حسب ما بشوف في المساله. يبقى دي كده هتروح مع دي كده، يبقى هيبقى معايا 4 باور اكس بلس 1 اللي هي اللي فوق دي ماينس الاكس اللي تحت، ده راح مع ده يديني 4 باور 1 ويتش از الايه؟ ويتش از ال 4. طب نيجي هنا ال 36 عباره عن 6 باور 2، يبقى دي اكنها 6 باور 2 اول اوفر باور ال n تايمز 5 باور 2 n. طب ال 30 عباره عن 5 تايمز الايه؟ تايمز ال 6، ونوزع عليها 2 n ونوزع ال 2 n، طبعا دي كده راحت مع دي على طول، وهنا 6 باور 2 n و 2 n، ودي تروح مع دي يديني ايه؟ يديني ال 1. اللي بعديها ال 98 دي عباره عن 49 2، انا شايف هنا 49 يبقى هخلي دي على طول 49 2، يبقى هتيكوال معايا 2 باور اكس تايمز 49 باور اكس ماينس 1. طب تحت هخليها 2 تايمز ال 49، طب الباور عندي اكس يتوزع هنا ويتوزع هنا، طب ده راح مع ده يبقى معايا 49 باور اكس ماينس 1 ماينس الاكس ديت عشان تحت، الاكس تروح مع الاكس يديني 49 باور نيجاتيف 1 اللي هي 1 اوفر ال 40 ايه؟ ال 49. اللي بعديها انا عندي هنا 4 و 9 وال 6، ال 4 2 باور 2 وال 9 3 باور 3 وال 6 2 تايمز 3، يبقى هتيكوال معايا الاتش هنا 2 باور 2 يبقى 2 باور 2 والبراكت عندي اكس بلس 2، المساله دي حلوه هنا تايمز ال 9 عباره عن 3 باور 2 وعندي فوق باور موجود اسمه 3 بلس اكس احط في براكت، عندي ال 6 عباره عن 2 تايمز ال 3 وكل واحده تشير الباور ده يبقى 2 اكس بلس ال 3 وهنا 2 اكس بلس مين؟ ال 3. طيب نيجي نشوف هنا هيكوال معايا الاتي، هنا هيبقى 2 باور 2 اكس بلس 4 وعندي هنا تايمز 3 باور 2 تايمز 3 ال 6 وهنا عندي هنا الاكس، يبقى عندي اكنها 2 اكس بلس ال 6 وعندي تحت 2 باور 2 اكس بلس 3 تايمز 3 باور 2 اكس بلس مين؟ بلس 3 اللي هي هتيكوال معايا الاتي 2 تايمز ده ماينس ده 2x تروح مع 2x و4 minus 3 is 1 الكلام ده تايمز 2x minus 6 minus 2x minus 3 2x تروح مع 2x وx و6 minus 3 is 3 يبقى هتيكوال معايا ال 2 times 27 اللي هي هتيكوال معايا 54. السؤال اللي بعد كده ال 4 عباره عن 2 باور 2 يبقى 2 باور 2n، ال 6 نقسمها 2 و 3، طب ال2 يبقى عليها 2n وال3 عليها 2n، ال2 هنا باور 4n يبقى 2 باور 4n تايمز 3 وهنا 2n، واضحه قوي دي تديني 1 دي تديني 1، 2n و2n 4n وتحت 4n، يبقى ده راح مع ده راح مع ده
تديني ايه؟ تديني 1. اللي بعد كده نيجي هنا ال 81 عباره عن 27 تايمز 3 يعني هت ايكوال كيدز 27 تايمز ايه 27 احط عليها الاكس وال3 احط عليها الاكس الكلام ده تايمز ال6 عباره عن ايه عباره عن 2 تايمز ال3 والاثنين اقسم عليهم نفس الباور طيب ال27 زي ما هي عليها 2x minus 1 الفور عندي عبارة عن 2 باور 2 يبقى عندي هنا 2 باور 2 ايه 2x طيب دي كده راحت مع دي كده يبقى الكلام ده هيكوال معايا الاتي 27 باور x minus 2x minus 1 يعني اديني هنا بلس 1 انا عملت minus 2x minus 1 الكلام ده هيبقى times 3 عندي هنا x و 2x يبقى 3 ايه 3x اللي هي هتيكوال معايا الاتي 27 باور x minus 2x اللي هي نيجاتيف x بلس مين بلس 1 الكلام ده تايمز 3 باور 3x اكنها 3 باور 3 all over باور مين x يعني اكن دي بتيكوال معايا 27 باور نيجاتيف x بلس 1 الكلام ده تايمز 27 اللي هي 3 باور 3 باور كام باور x اللي هي هتيكوال 27 نيجاتيف اكس بلس ال1 بلس الاكس يبقى نيجاتيف اكس بلس ال1 بلس الاكس دي تروح مع دي يديني نيجاتيف 27 باور 1 اللي هي 20 ايه 27 المساله اللي بعد كده انا عندي ال18 وانا عندي هنا 9 يبقى خلي دي 9 تايمز 2 يبقى هتيكوال معايا الاتي هنا 2 باور n تايمز 9 باور n بلس 1 تايمز روت 2 باور 2 اللي هي 2 ال 6 عندي عباره عن 2 تايمز 3 ال 18 2 تايمز 9 نحط هنا n ونحط هنا n دي كده راحت مع دي كده هنا 9 باور n بلس 1 9 باور n الفرق بينهم 1 يبقى هنا 9 باور ايه باور 1 ال 2 راحت مع ال 2 وعندي هنا 3 يديني 1 وال 9 تديني كام 3 يبقى نهيت معايا على كام على 3 اللي بعديها هنا ال 36 يبقى 18 تايمز 2 يبقى هتيكوال معايا هيبقى 3 تايمز 18 باور اكس بلس 1 تايمز 2 باور اكس هنا عندي هيبقى 2 تايمز ال 36 عباره عن 2 تايمز ال 18 ال 2 احط عليها الاكس وال 18 احط عليها الاكس ده كده يديني 1 ده كده يديني 1 الديفرنس بين الباور ده باور ده 1 يبقى ده يديني كده 1 ده يديني هنا 18 باور 1 يبقى هنا ال 2 تديني 1 ال 18 تديني 9 يبقى 3 تايمز 9 ايكوال 27 المساله اللي بعد كده 6 باور n ال 6 و 24 باور n 24 عباره عن ايه عباره عن ال 4 تايمز ال 6 يبقى ال 6 باور n تايمز عندي هنا 4 باور n بلس ال 2 يعني اكنها 4 باور n تايمز 4 باور 1 اوفر 2 وتحت عندي عباره عن 4 تايمز ال 6 ووزع عليهم n و a n و n دي تديني 1 دي تديني 1 4 باور n تروح مع ال 4 باور n يبقى معايا 4 باور 1 اوفر 2 باور 1 اوفر 2 يعني روت السكوير روت يعني اكنها السكوير روت بتاع ال 4 اللي هو كام اللي هو 2 اللي بعديها هنا عندي ال 8 وال 32 وعندي ال 4 الكومون ما بين ال 8 وال 32 وال 4 كلهم مالتيبلز اوف 2 يعني ال 4 دي عباره عن 2 باور 2 وال 8 عباره عن 2 باور 3 وال 32 عباره عن ال 2 باور كام باور 5 يعني المساله دي اكنها كده اكنها 2 باور 3 n minus 1 الكلام ده تايمز 32 يعني 2 باور 5 يبقى نيجاتيف ال 5 n وتحت 2 باور ايه باور 5 الفور عباره عن 2 باور 2 يبقى تايمز 2 باور نيجاتيف ال 2 ايه ال 2 n طيب ده هيكوال معايا الاتي دي كده تديني 1 دي كده تديني 2 باور نيجاتيف 3 n اوكي طب يبقى ده هيديني هنا 2 باور 3 n minus 3 الكلام ده تايمز 2 باور نيجاتيف 3 n اللي هو متبقي عندي هنا
وتحت عندي 2 باور كام؟ 2 باور 5. نكملها في الحته الفاضيه دي اللي هتيكون معايا 2 باور 3n ماينس 3 بلس نيجاتيف 3n اللي هي ماينس 3n ماينس ال 5 اللي تحت دي تروح مع دي، يبقى يديني 2 باور نيجاتيف 8 اللي هي 1 اوفر 2 باور 8 اللي هي هتيكون معايا 1 اوفر كام؟ 256. بروبلم 13، انا عندي هنا روت 3 وروت 3 وعندي هنا 15 اللي هي 3 تايمز 5 يبقى هتيكون معايا كده روت 3 n بلس 2. ال 15 اقسمها ل 3 تايمز ال 5 واوزع عليها نفس الباور، وعندي هنا روت 3 عليها n تايمز 3 باور n تايمز 5 n بلس مين؟ n بلس 2. n بلس 2 n بلس 1 واضح ان ده اكبر من ده ب 1، يبقى ده كده يديني 1 ده كده يديني 5. هنا 3 باور n 3 n بلس 1 ده يديني 1 ده يديني 3. اوكي هنا روت 3 باور n روت 3 باور n بلس 2 يبقى ده كده يديني 1 ده كده يديني روت 3 باور 2. تنهي معايا المساله لروت 3 باور 2 تايمز عندي 3 فوق عندي 5 تحت. روت 3 باور 2 3 تايمز 3 از 9 يبقى 9 divided 5 تخليها في السمبلست فورم 1 and 4 over a 4 over 5. المسألة اللي بعديها عايز الفاليو، اديني الريزلت بتاع ده وهات الفاليو من x equal 1 يعني كده الباور هيريمينز معاك. طيب ال 4 عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2 باور 2 يبقى 2 باور 2 x plus 1 times ال 3 عبارة ال 9 عبارة عن 3 باور 2 يبقى 3 باور 2 2 minus ال x. ال 6 عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2 تايمز 3 وحط هنا 2x وحط هنا 2 ايه؟ 2x. يبقى ده هيكوال معايا الاتش 2 باور عليها 2x بلس 2 ماينس مين؟ ماينس 2x اللي تحت الكلام ده تايمز اخد ال 3 عليها باور 4 ماينس 2x وعندي ماينس 2x ثانية. طب هنا دي راحت مع دي يبقى هتكوال معايا 2 باور 2 از 4 تايمز هنا 3 باور 4 ماينس 4x. طب هو بيقول لي الاكس ب 1 يبقى ات x equal 1 هت equal معايا 4 تايمز 3 باور 4 ماينس 4 يعني هت equal معايا 4 تايمز 3 باور 0 اللي هي 4 تايمز 1 اللي هي ايه؟ اللي هي 4. اللي بعد كده هنا ال 9 ال 9 عبارة عن 3 باور 2 يبقى 3 باور 2 x ماينس 1 وعندي هنا روت 2 باور 6x. ال 8 عبارة عن ايه؟ ال 8 عبارة عن 2 باور 3 يبقى 2 باور 3x والروت 2 والروت 3 سوري باور كام؟ باور 2x. طب خد بالك انا عندي هنا 3 وعندي هنا روت 2. طب ما انا عندي الروت 3 باور 2 ده ب 3 والروت 3 والروت 2 لو خدت من هنا 2 يتحول ل 2 يعني اكنها تبقى كده 3 باور هنا هيبقى 2x ماينس 2 وزعت ال 2 تايمز هنا روت 2 باور 6 اللي هي ايه؟ ال 6 دي عباره عن ايه؟ عباره عن 2 تايمز 3 يعني ممكن اقول ان هي روت 2 باور 2 الكل باور كام؟ باور 3 وروت 2 باور 2 دي بكام؟ دي ب 2 يبقى تايمز 2 باور 3x اخفض ده ب 2. طيب هنا تحت هيديني 2 باور 3x الكلام ده تايمز روت 3 باور 2 ب 3 يبقى اقول 3 باور x يبقى 3 باور كام؟ x. دي كده راحت مع مين؟ مع دي كده يبقى معايا 3 عندي فوق 2x ماينس 2 ماينس الx اللي تحت هتيكوال معايا 3 باور x ماينس كام؟ ماينس 2 يبقى ات x equal 2 then 3 باور x minus 2 هت equal معايا 3 باور 2 minus 2 اللي هي 3 باور 0 اللي هي كام؟ اللي هي 1. المسألة اللي بعديها عايز الفاليو بردك لما 2 باور x equal 5. طب انا عندي الفور عبارة عن ايه؟ 2 باور 2 يبقى 2 باور 2 x minus 1 الكلام ده تايمز 2 باور 3x بلس مين؟ بلس 2 الكلام ده تايمز ده موجود تحت ده يتقسم فوق وتحت يبقى 1 باور 3x اللي هي ب 1 وتحت 2 باور كام؟ باور 3x.
دي اللي هتيكوال معايا الاتي، هنا 2 باور 2x ماينس 2 يبقى 2 باور 2x ماينس 2، وعندي هنا يبقى تايمز 2 باور 3x بلس 2، دي تطلع لي فوق يبقى 2 باور نيجاتيف 3x، نضم الباورز دي يبقى هتيكوال معايا 2 باور 2x ماينس 2 بلس 3x بلس 2 ماينس 3x ماينس 3x راحت مع بلس 3x، نيجاتيف 2 راحت مع ال 2 يبقى هتديني 2 باور 2x. طيب 2 باور 2x يعني ايه؟ يعني 2 باور x الكل باور 2، و 2 باور x هو مداني ب 5 يبقى 5 باور 2 يبقى يديني 25. اكسرسايز 7 بيقول لي بروف ذات، هنا روت 2 باور 2 تايمز الكومبينيشن دي كلها ايكوال 1 ثيرد. احنا قلنا هناخد الليفت هاند سايد نحاول نوصل بيه للرايت هاند سايد. طيب الليفت هاند سايد عندي فيه ايه؟ روت 2 باور 2 اللي هي 2 تايمز هنا 2 باور 1 ماينس الاكس تايمز ال 12. انا عندي ال 12 عباره عن ايه؟ عباره عن 4 تايمز 3 يبقى 4 تايمز 3 ويبقى عندي هنا 2x ماينس 1 وعندي هنا 2x ماينس 1. طيب ال 8 عباره عن 2 باور 3 وعندي هنا x يبقى 2 باور 3x، الكلام ده هيبقى تايمز ال 9 عباره عن 3 باور 2 يبقى 3 باور 2 مين 2x. عندي ال 4 هنا عباره عن 2 باور 2 يعني ده هيكوال معايا الاتي، عندي هنا 2 تايمز 2 1 ماينس الاكس تايمز 2 باور 2 تايمز 2x ماينس 1 يبقى 4x ماينس 2، وعندي هنا تايمز 3x ماينس 2x ماينس 1 وعندي هنا 2 3x تايمز 3 2x. طيب الكلام ده هيكوال الاتي، هيبقى 2 تايمز عندي هنا 1 بلس 1 ماينس الاكس هنا بلس 4x ماينس 2 ماينس 3x، الكلام ده هيبقى تايمز ال 3 هنا 2x ماينس 1 ماينس ال 2x، دي كده راحت مع دي كده، الكلام ده هيكوال الاتي 1 1 is 2 minus 2 يبقى يديني 0 يبقى 2 باور 0، وعندي هنا نيجاتيف x ونيجاتيف 3x يبقى نيجاتيف 4x بلس 4x يبقى ايه انظر 0 يبقى عندي 2 باور 0 الكلام ده تايمز 3 باور نيجاتيف 1 2 باور 0 ب 1 الكلام ده هيبقى تايمز 3 باور نيجاتيف 1 اللي هي 1 اوفر كام 1 اوفر 3 اللي هي بتيكوال الرايت هاند سايد، يبقى ايه بروفت. اللي بعديها نفس الكلام هنمسك الليفت هاند سايد نحاول نوصل بيه للرايت هاند سايد. ال 27 3 باور 3 يبقى 3 باور 3 x ماينس 1، ال 8 2 باور 3 هنا 2 روت 2 اللي هي روت 2 باور 3 دي كده عبارة عن ايه؟ عبارة عن روت 2 باور 3، لان روت 2 باور 3 عبارة عن ايه؟ عبارة عن روت 2 تايمز روت 2 تايمز روت 2، والاتنين دول يدوني 2 يبقى 2 روت 2 اكنها روت 2 باور 3 وعندي فوق 2x يبقى روت ال 2 باور 6x، الكلام ده هيبقى تايمز 3 روت 3 اللي هي روت 3 باور 3 وعندي 2x يبقى 6x، يبقى هنا روت 3 باور 6 ايه باور 6x. طيب الكلام ده هيكوال الاتي، هنا 3 باور 3x ماينس 3 تايمز 2 باور 3x. طيب انا عندي روت 2 باور 6 عباره عن 2 باور 3 يبقى 2 باور 3x الكلام ده تايمز 3 باور ايه 3x، دي كده تروح مع دي كده ودي كده الديفرنس بينهم 3 يبقى انا عندي هنا 3 باور 3x ماينس 3 ماينس 3x اللي هتيكوال 3 باور نيجاتيف 3 اللي هي 1 اوفر 3 باور 3 اللي هي 1 اوفر 27 اللي هتيكوال الرايت هاند ايه سايد، يبقى المساله بروفت. اللي بعديها اكسرسايز 8 بيقول لي الاي عندي بروت 3 والبي بروت 2 عايز الفاليو اوف دي، طب الاي عندي بكام؟ بروت 3 يبقى روت
3 باور 4 ماينس روت 2 باور 4. روت 3 باور 4 ب 9، روت 2 باور 4 بايه؟ ب 4. يديني ايه؟ يديني ال 5. طيب هنا هت ايكوال معايا الاتي، A باور 4 اللي هي 9، B باور 4 اللي هي 4 اللي هي هتيكوال 2 and 1 over A and 1 over 4. Exercise 9 بيقول لي if x equal 2 root 2 وال y equal 3 عايز ال value of x squared minus y squared all over power 3. طب نجيب ال x squared الأول ونجيب y squared نعمل لهم subtraction. طب ال x squared عندي هيكوال كام؟ هيكوال 2 root 2 squared اللي هو هي equal 2 squared times root 2 squared اللي هو هي equal 4 times 2 يديني ال 8. طيب ال y squared 3 squared اللي هو هي equal 9، يبقى then ال x squared minus ال y squared هي equal ال 8 minus 9 دي negative ايه؟ negative 1. يبقى ال x squared minus y squared all over power 3 يدي نيجاتيف 1 all over power 3 which is negative a negative 1. اللي بعديها مديني value ال a و value ال b وعايز expression. طيب نبص نجيب كل حاجة من دول، نجيب a b ونجيب b over a. طب ال a b هت equal كام؟ هت equal ال a 3 over root 2 دي ال a. طيب times ال b، ال b عندي root 2 divided root a root 3، دي تتكنسل مع دي ودي تتكنسل مع واحدة من الروتس اللي هنا، يبقى لي روت ايه؟ 3. يعني هيديني روت مين؟ روت 3. طيب نيجي نشوف بقى كده بي اوفر ايه. البي اوفر الاي اللي هي هتيكوال بي تايمز 1 اوفر اي اللي هي هتيكوال معانا البي عندي بروت 2 ديفايدد روت 3. الكلام ده هيبقى تايمز 1 اوفر اي يعني الريسبروكال بتاع الاي، يعني روت 2 فوق وعندي تحت is a is 3، يبقى هتيكوال معانا 2 divided 3 root mean root 3. طيب تعال نجيب المسألة كلها، يبقى then 2 ab squared times b over a all over negative 2 هيكوال ال 2 عندي اهي ال ab بروت 3 عامل لها squaring الكلام ده times ال b over ال a اللي هي 2 3 root 3 باور كام؟ باور نيجاتيف 2. النيجاتيف 2 باور نخليها بوزيتيف باور واقلب الفراكشن اللي جوه، يعني ده هيكوال 2 تايمز روت 3 سكويرد ب 3 الكلام ده تايمز 3 روت 3 ديفايدد 2 باور كام؟ باور 2 اللي هو هيكوال 2 تايمز 3 تايمز 3 سكويرد ب 9 روت 3 سكويرد ب 3 وتحت 4، ده يديني 1 ده يديني 2 اللي هي هتيكوال 9 تايمز 9 بقى عندي 81 ديفايدد 2 اللي هي 40.5. اللي بعديها نفس الكلام، هناخد كل ترم ونجيب الاي ونجيب الفاليو بتاعته. هنا الاكس سكويرد نجيبها، الاكس سكويرد هتيكوال عندي هنا روت 3 ديفايدد 2 اول اوفر اي سكويرد اللي هي هتيكوال 3 اوفر الاي ال 4. طيب الاكس الاكس زد، الاكس زد عندي هتيكوال الاكس عندي روت 3 اوفر 2، الزد عندي روت 2 اوفر 2 اللي هي هتيكوال روت 3 تايمز روت ال 6، وعندي هنا 2 تايمز 2 از ايه؟ از 4. يبقى اكس زد سكويرد الكلام ده هيكوال روت ال 6 ديفايدد ال 4 سكويرد اللي هو ال 6 اوفر الكام؟ ال 16. طيب الواي سكويرد عندي بكام؟ الواي سكويرد عندي 1 اوفر روت ال 3 سكويرد اللي هي 1 اوفر كام؟ اوفر 3. يبقى الاكسبريشن كله بكام؟ يبقى زين الاكس سكويرد بلس اكس زد سكويرد تايمز واي سكويرد هيكوال اكس سكويرد عندي ب 3 اوفر ال 4 الكلام ده بلس اكس زد سكويرد ب 6 اوفر ال 16 الكلام ده تايمز واي سكويرد ب 1 اوفر ال 3، ده يديني 1 ده يديني 2 ده يديني 1 ده يديني 8 اللي هتيكوال معايا 3 اوفر 4 بلس 1 اوفر 8. ال 4 ازاي نخليها 8؟ نعمل تايمز 2 فوق وتحت، يبقى 6 اوفر ال 8 بلس 1 اوفر ال 8 اللي هي 7 اوفر ال ايه؟ اوفر ال 8. المساله اللي بعد كده هجيب ال a اوفر b، ال a اوفر b هتيكوال ال a عندي ب 3 روت 2
divided 2 الديفيجن اخليه ملتيبليكيشن والفراكشن ده اشقلبه يبقى عندي روت 2 تطلع فوق وروت 3 تبقى ايه تبقى تحت يبقى ده هيكوال الاتي 3 تايمز 2 از 6 يبقى ال 6 ديفايدد 2 روت كام روت 3 ده يديني 1 ده يديني 3 اللي هيديني ايه 3 اوفر روت ايه روت 3 ده يديني 1 ده يديني روت ايه روت 3 يبقى هتيكوال معايا كام روت ال 3 طيب معنى كده ان ال a اوفر b سكويرد ده هيكوال روت 3 سكويرد اللي هي كام اللي هي 3 طب ابص بعيني الاقي هنا b اوفر a سكويرد يعني عكس ده يبقى ده معنى زين ال b اوفر ال a سكويرد ايكوال كام 1 اوفر ال a ال 3 تعال نعوض في الليفت هاند سايد يبقى الليفت هاند سايد بي ايكوال ال a اوفر b سكويرد انا مطلعها بكام ب 3 ماينس 3 تايمز البي اوفر اي سكويرد انا مطلعها 1 ثيرد ده يديني 1 ده يديني 1 يبقى هتيكوال 3 ماينس 1 اللي هي ايه اللي هي 2 اللي هي الرايت هاند ايه سايد يبقى زين بروفت اكسرسايز 13 مديني اكس ب 2 ومديني الواي روت 3 عايز في السمبلست فورم الاكسبريشنز دي طيب انا عندي هنا 3 اكس بلس 4 اول اوفر باور 4 واكس ماينس 4 اول اوفر باور 4 خد بالك انت بالنسبه لما يكون عندي تو براكتس واللي عليهم فوق نفس الباور من حق اعمل ملتيبليكيشن للي جوه يعني مثلا لو عندي 2 باور 4 تايمز 3 باور 4 دي معناها ايه دي معناها 2 تايمز 3 اول اوفر باور ايه باور 4 يعني المساله دي التعويض فيها دلوقتي صعب فانا ممكن اقول كده 3 تايمز هنا اكس بلس الواي تايمز اكس ماينس الواي all over power 4 طب x plus y x minus y ده عبارة عن ايه؟ ده كان الـ expansion بتاع الـ difference between two squares يعني دي اكنها حت equal معايا 3 وهنا x squared minus y squared all over power ايه؟ power 4 يبقى انا لما اجي اعوض اجيب x squared دلوقتي واجيب y squared دلوقتي يبقى حت equal معايا الاتي 3 times الـ x squared عندي بكام ب 4 الواي سكويرد عندي بكام روت 3 سكويرد ب 3 يبقى 4 ماينس 3 اول اوفر باور 4 اللي هي 3 تايمز 1 باور 4 اللي هي كام اللي هي 3 المساله اللي بعد كده هنا عايز اكس بلس واي ديفايد اكس ماينس واي اول اوفر باور نيجاتيف 2 اللي هي هتيكوال الاتي اكس ماينس واي اكس بلس واي اول اوفر كام اول اوفر 2 طيب اللي هي هتيكوال اكس ماينس واي اللي هي 2 minus root 3 x plus y اللي هي 2 plus root كام 3 الكلام ده squared يبقى الكلام ده هيكوال الاتي اللي فوق squaring يبقى ال first squared ب 4 minus twice the first times the second يبقى 4 root 3 هنا هيبقى plus second squared is 3 كذلك تحت هيبقى 4 هيبقى plus 4 root 3 الكلام ده plus ايه is 3 هتيكوال هنا هيبقى 7 ماينس 4 روت 3 وتحت هيبقى 7 بلس 4 روت ايه 3 يعني استعمل الكونجكت يبقى 7 ماينس 4 روت 3 ديفايدد 7 بلس 4 روت 3 الكلام ده تايمز 7 ماينس 4 روت 3 ديفايدد 7 ماينس 4 روت ايه 3 هتيكوال تحت هيديني الفيرست سكويرد minus the second squared 4 squared ب 16 16 times 3 ب 48 وفوق هيبقى ايه هيبقى عندي 7 minus 4 root 3 all over squared طبعا 49 minus 48 ب 1 يبقى هيديني كده يبقى 7 minus 4 root 3 power 2 اللي هي ال first squared twice the first times the second يبقى 2 times the 4 is 8 8 times 7 يبقى 56 root 3 الكلام ده plus the second squared اللي هو ايه 49 يبقى هت equal معانا 97 minus 56 root 3 المسألة اللي بعديها هنا مديني a و b وعايز ال expression ده عندي a power 6 وعندي 1 minus b all over minus 3 طيب الـ a باور 6 بكام؟ الـ a باور 6 هتيكوال معانا 1 هنا root 2 باور 6 اللي هي 1
روت 2 باور 6 اللي هي 2 باور 3 اللي هي 8. طيب تعال نشوف 1 ماينس بي هت ايكوال كام. 1 ماينس بي اللي هي 1 ماينس ماينس 1 يعني 1 بلس 1 اللي هي كام؟ اللي هي 2. يبقى ال 1 ماينس بي باور نيجاتيف 3 هت ايكوال 2 باور نيجاتيف 3 اللي هي 1 اوفر 2 باور 3 اللي هي 1 اوفر كام؟ اوفر ال 8. يبقى الاكسبريشن عندي زين 7 a باور 6 بلس 1 ماينس ال b all over باور 3 هيقول 7 تايمز ال 1 اوفر 8 الكلام ده بلس 1 اوفر كام؟ اوفر 8 اللي هي 7 اوفر ال 8 بلس 1 اوفر 8 اللي هي 8 اوفر 8 اللي هي 1. اكسرسايز 15 كذلك مديني x و y وعايز الـ expressions ديت. هنا x باور نيجاتيف 2 واي باور نيجاتيف 4 دي هتيكوال ايه؟ دي هتيكوال معايا الاتي اللي هي 1 اوفر x سكويرد واي باور 4 اللي هي هتيكوال 1 x سكويرد ب 3 سكويرد تايمز واي باور 4 اللي هي روت ال 2 باور 4 اللي هي 1 اوفر 9 تايمز 2 باور 2 is 4 يبقى هي 1 اوفر كام؟ اوفر 36. اللي بعديها دي هت ايكوال هنا y باور 4 وتحت x سكويرز all over باور نيجاتيف 2 نعكس اللي جوه يبقى x سكويرز divided y باور 4 all over باور 2 اللي هت ايكوال x باور 4 divided x باور 8. طب x باور 4 بكام؟ اللي هي 3 باور 4 ب 81 root 2 باور 8 اللي هي 2 باور 4 اللي هي بكام؟ اللي هي ب 16. اللي بعديها x اوفر y باور نيجاتيف 3 اللي هي y اوفر x باور كام؟ باور 3 هتيكوال الاتي انا عندي ال y بكام؟ انا عندي ال y بروت 2 وال x عندي بكام؟ ال x عندي ب 3 يبقى باور كام؟ باور 3 يبقى هتيكوال روت ال 2 باور 3 ديفايدد 3 باور 3 اللي هي 2 روت 2 ديفايدد 27. اكسرسايز 16 تشوز ذا كوركت انسر فروم ذوز جيفن. انا بعتبر ان الاكسرسايز ده مهم جدا لان مسائل لا يخلو طبعا منها الامتحان وبالافكار دي هي الافكار اللي بتيجي. طيب هنا 5 باور 2 بلس 5 باور 2 المساله دي كانت من المسائل المشهوره وكانت موجوده كتير في بريب 1. لما تيجي تبص انت عندك هنا بلس اولا دي منافيه خالص للدرس الدرس عندي ملتيبليكيشن يعني لو ده ملتيبلايد ده هيبقى نفس البيز والباور عندي هعمل لهم بلس يعني المفروض دي لو ملتيبلايد كنت هختار دي. طب الحل في المسائل دي ازاي؟ هو بيعتبر مثلا انت ممكن تغلط يا اما مثلا تعمل له مثلا 10 وتسيب الباور زي ما هو لكن المساله دي ليها حل وحيد ان انا باخد ال5 باور 2 كومون فاكتور. يبقى لما اخد ال5 باور 2 كومون فاكتور من التو تيرمز دول يبقى من هنا ايه؟ يبقى من هنا 1 بلس ويبقى من هنا ايه؟ انذر 1. تتحول المساله معاك ل 5 سكويرد تايمز 2 يبقى هتيكوال 5 سكويرد تايمز ايه؟ تايمز 2 اللي هي هتيكوال الاتي 5 سكويرد 25 تايمز 2 تديني ايه؟ تديني ال 50. هنا 3 باور 5 تايمز 2 باور 5 دي مساله مهمه دي ودي الاثنين مهمين. دي مهمه ليه؟ لان انت عندك الباورز هنا ار ذا سيم. طب هعمل ايه لما يكون الباورز ار ذا سيم؟ احقق الاوبريشن على البيزز يعني هنا في ملتيبيكيشن نعمل البيزز ملتيبيكيشن في ديفيجن اعمل ديفيجن. طب لو بلس لا بلس ما اعملش يا اما ملتيبيكيشن يا اما ديفيجن. يبقى دي هتيكوال معايا 3 تايمز 2 باور كام؟ باور 5 اللي هي هتيكوال معايا 6 باور ايه؟ 6 باور 5 اللي هي دي. اللي بعد كده اي حاجه باور 0 1 على طول. طيب هنا اي عندي الاك خد بالك هنا الزيرو باور على الاكس الاكس باور زيرو ديت دي اللي ب 1 يبقى هتيكوال 3 تايمز 1 يديني 3. طب هنا 3 خد بالك هنا بقى باور 2 باور 3 يعني ايه الاول 2 باور 3 دي بايه؟ 2 باور 3 يعني 2 تايمز 2 تايمز 2 ايكوال 8 يبقى هتديني 3 باور 8. اللي بعد كده 5 باور 2 all over باور 3 باور الباور يبقى 5 باور 2 تايمز 3 اللي هي 5 باور كام؟ 5 باور 6.
المسألة دي من المسائل المشهورة، أي بلس عندك في الباورز على طول لازم أخد كومون فاكتور، يبقى 4 باور 3 يبقى عندي 1 2 3 4 يبقى 1 بلس 1 بلس 1 بلس 1. ودايما هتلاقيه ظابطها لك، يعني دي لو 5 هتلاقيهم دول 5 تيرمز، دي لو 3 هتلاقيهم 3 تيرمز، يبقى تيكول معاك 4 باور 3 تايمز ايه تايمز 4، ال 4 دي عليها 1 يبقى هتيكول 4 باور 3 بلس 1 اللي هي 4 باور ايه باور 4. هنا كذلك نعمل ايه في التوهات دي، ناخدها كومون يبقى 2 باور 5 تايمز 1 بلس 1 بلس 1 بلس 1 اللي هي هتيكول 2 باور 5 تايمز 4. طب ال 4 دي عباره عن ايه، ال 4 دي عباره عن 2 تايمز ايه 2 يبقى عبارة عن 2 5 plus 2 is a is 7. هنا the quarter of the number ده quarter يعني 1 over 4 يعني 1 over 4 times 4 power cam 20 اللي هي هتبقى 4 20 minus 1 ده power 1 اللي هي 4 power cam 19. هنا 4 times النمبر ده 4 times يعني 4 times 2 power 8. طب ال 4 عبارة عن 2 power 2 times 2 باور 8 يديني 2، نعمل اديشن للباورز يبقى 2 باور 10. اللي بعد كده نمبر 11 بيقول لي 6 is the number ده. طب لما تيجي تبص هنا بعينك تلاقي الباور ده زي الباور ده، يبقى من حقي اقول ايه، اقول ان ده عباره عن 2 times 3 باور كام باور 12. هو بيقول لي 6 is يعني 1 over 6 يبقى 1 over 6 times ده هيكوال معايا 1 over 6 times 2 times 3 is 6 يبقى 6 times 8 12 يبقى هتيكوا معايا 6 times 12 minus 1 اللي هي 6 باور كام باور 11. هنا 5 is the number ده 5 is 1 over 5 times الثيرد روت لمين لل 5. الثيرد روت يعني ايه، يعني 5 باور 1 over 3 والسكوير روت يعني باور 1 over 2 يبقى دي اكنها times 5 باور كام باور 1 over 3 وفي بره كام باور 6 يبقى كل ده باور كام باور 6 يبقى ايكوال معايا 1 اوفر 5 تايمز. هنا 1 اوفر 3 تايمز 6 يديني 2 يبقى هنا 5 باور 2 اللي هتيكوال معايا 5 هنا 2 ماينس 1 اللي هتديني ايه هتديني 5. بروبلم 13 روت 3 باور 6. روت 3 يعني ايه، يعني 3 باور 1 اوفر 2 يبقى 3 باور 1 اوفر 2 اول اوفر باور كام باور 6 times 3 باور كام باور 4 اللي هي هتيكوال 1 over 2 times 6 equal 3 يبقى 3 باور 3 times 3 باور 4 اللي هي equal 3 plus 4 which is 3 plus باور 7. هنا ال value of d plus d equal كام، هنا تعال نحلل الروت 2. الروت 2 ده هنا 2 باور 5 plus روت 2 يعني 2 باور كام باور 1 over 2 الكل باور كام باور 10 يبقى 2 باور 5 بلس 1 اوفر 2 تايمز 10 يديني 5 يبقى 2 باور كام تتحول معاك المساله الاولانيه خالص، ناخد ال 2 باور 5 از كومون يبقى 1 بلس 1 يبقى هيديني 2 باور 5 تايمز 2 اللي هي هتيكوال معانا 2 باور ايه 5 بلس ال 1 اللي هي هتيكوال معايا 2 باور كام 2 باور 6. هنا عايز ذا فاليو اوف ديت، المساله دي بعدك من المسائل الحلوه، مفيش هنا ملتبليكيشن. طالما لقيت بلس اور ماينس في مسائل الباورز اول حاجه تيجي في دماغك ان انا اخد كومون فاكتور، الكومون فاكتور اللي هو الصغير اللي هو 2 باور كام باور 20 يبقى معايا هنا 1، لما اخد من هنا 2 باور 20 يبقى ايه يبقى 2 باور 1 يبقى هتيكوال معايا 2 باور 20 تايمز 1 بلس 2 اللي هتيكوال معايا 3 تايمز 2 باور كام باور 20. اكسرسايز 16 بيقول لي following is closest to الكلام ده، دي احنا كنا واخدين الدروس دي قبل كده في دروس الابروكسيميشن. انا عندي 11 باور 2 دي بتيكوال عندي 121 وعندي 9 باور 2 ايكوال 81. طب مين في الحاجتين دول اقرب للايه للاثنين دول؟ واضح ان هي 120 بلس ال 80. نيجي هنا ال 3 باور اكس ايكوال 4 يبقى 3 باور نيجاتيف اكس ايكوال كام؟ دي هتيكوال عندي 1 over 3 باور x و 3 باور x 4 يبقى هتيكوال معايا 1 over 4. اللي بعديها 2 باور x 5 يبقى ال 8 باور x بكام؟ ال 8 عندي ب 2 باور 3 يبقى معنى كده ان ال 8 باور x هتيكوال معايا 2 باور 3 x
واحنا اتفقنا ان المنظر ده ممكن اعمله كده 2 باور اكس الكل باور 3. ليه خدت الاكس لوحدها؟ عشان هو مديني الفاليو بتاع 2 باور اكس. طب ال 2 باور اكس مديها لي بكام؟ ب 5، يبقى اكنها 5 باور كام؟ باور 3 اللي هي 125. اللي بعد كده طيب ال 6 باور اكس ايكوال 11، طب ده ايكوال كام؟ ال 6 بلس الاكس بلس ال 1 دي عباره عن ايه؟ عباره عن ال 6 بلس الاكس تايمز الايه؟ تايمز ال 6. طب 6 بلس الاكس مديها لك ب 11، يبقى 11 تايمز ال 6 which is 66. بروبلم 20 ال 5 باور اكس ايكوال 4، يبقى ده ايكوال كام؟ طب ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن 5 باور اكس ديفايدد ال 5. طب ال 5 باور اكس عندي بكام؟ ب 4، يبقى اكنها 4 ديفايدد الايه؟ ال 5 اللي هي 0.8 على طول. اللي بعد كده 21 ده تايمز ده، طب ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 تايمز، ده عباره عن ايه؟ عباره عن 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 2. الدرس اللي انت اخدته السنه اللي فاتت ساينتفك نوتيشن، يبقى ده هيكوال معايا 10 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 اللي هي 10 باور 1 بلس نيجاتيف 5 اللي هي ايكوال 10 باور نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 422. طيب دي اكس بيكوال الكلام ده باكس ماينس 1 ايكوال كام؟ طب اقلب لي ده، لما اجي اقلبه يبقى هنا روت 3 وهنا روت الايه؟ روت ال 9. طيب روت ده كده يروح مع ده، ده يديني روت 3، يبقى هيكوال 1 اوفر روت 3، ما بنسيبهاش كده، يبقى روت 3 ديفايدد روت ايه؟ 3، اللي هيديني روت 3 ديفايدد ايه؟ ديفايدد 3 اللي هي دي. اللي بعد كده هنا x باور m ماينس 1 تايمز a يديني 1. طب طالما تايمز حاجه يديني 1 يبقى لازم الباور يبقى بزيرو، يبقى هنا الx ومعاه حاجه، المفروض الحاجه دي لما اضيفها على ده يديني ايه؟ يديني زيرو، يبقى لازم يكون ماينس ده، يبقى اكن هنا الباور عندي يبقى ماينس الام ماينس ال1. يعني ايه؟ يعني اكنها x باور ماينس m بلس ال1. طب هو عايز ايه بقى؟ الترم ده كله، يبقى x باور ماينس m بلس ال1. اللي بعد كده خد بالك في نفس الباورز اهي شايفهم، يبقى من حقك الاثنين دول تحقق عليهم الاوبريشن اللي هي ملتيبليكيشن. طب الاثنين دول ديفرنس بتوين تو سكويرز، يديني الفيرست سكويرد ماينس السكند سكويرد والباور 9، يبقى يديني 1 باور 9 اللي هي 1. هنا النيوميريكال فاليو للاكسبريشن ده از ايه؟ هنا 10 باور 2n دي عباره عن 2 تايمز ال 5 وهنا 2n وهنا 2n، ده less than ده ب 1 وده less than ده ب 1، يبقى ده كده راح وهنا يتبقى 2، ده كده راح هنا يتبقى ال 5، يبقى 2 تايمز 5 از ايه؟ از 10. نيجي نشوف مسائل الكومبليت. روت 3 باور 4 تايمز روت 3 باور 2 تديني ايه؟ تديني روت 3 باور 4 بلس 2 اللي هي هتديني روت 3 باور كام؟ باور 6، وانا عارف ان الروت عباره عن 1 اوفر 2، يعني هتيكوال معايا 3 باور 1 اوفر 2 الكل تايمز الايه؟ تايمز ال 6 اللي هي 3 تايمز 1 اوفر 2 تايمز ال 6، ده يديني 3 اللي هي 3 باور كام؟ باور 3. طب هنا دي هتيكوال معايا روت ال 7 3 تايمز 2 ايكوال 6، وهنا روت ال 7 2 تايمز 3 ال 6، يبقى ده اوفر ده يديني ايه؟ يديني 1. اللي بعديها نفس الكلام، روت ال 5 هنا 9 تايمز 11، يبقى روت ال 5 تايمز 99، الكلام ده ماينس، هنا روت ال 5 11 تايمز 9 يديني كام؟ يديني 99، يبقى هيديني 0. المسألة اللي بعد كده a باور a تايمز a باور 6 ايكوال ده، طب ده طلع بده، يبقى ده اتعمل له ملتيبيكيشن باي 1، يبقى لازم الايه ده يكون باور ايه؟ باور 0. اللي بعديها هنا a سكويرد باور b a باور 4 يديني الترم ده، طب انا عندي هنا البي باور كام؟ باور 12، طب وهنا عندي الكل باور 4، يعني ال 12 دي عباره عن 3 تايمز ايه؟ تايمز 4، يبقى لازم البي ده يكون باور كام؟ باور 3. السمبلست فورم الاكسبريشن ده اي حاجه باور 0 ب 1 يبقى 1 تايمز ده اللي هو 1 اوفر 2، الكلام ده تايمز نيجاتيف 1 سكويرد اللي هي ب 1،
root 2 squared اللي هي ب 2 يبقى هيكوال معايا 1 over كام؟ 1 over 4. اللي بعديها بيقول لي greater number from the two numbers دول is ايه؟ الاثنين نيجاتيف لكن ده عليه odd power يعني النيجاتيف ده هيكون موجود معايا. طب وده even يبقى النيجاتيف ده هيروح يعني اكن ده هيكون ايه؟ هيديني even. يبقى مين الجريتر؟ يبقى greater is ايه؟ is ده. يقول لي if 4 times a number is ده then 3 fourths of that number is what؟ يعني 4 times a number يبقى 4 times x يديني كام؟ يديني 4 باور 2. 4 باور 2 يبقى اكيد 4 times 4 يعني x equal 4. يبقى then 3 over 4 of this number هيكوال معايا كام؟ هيكوال معايا 3. هنا اي حاجه باور 0 ب 1 يبقى الـ x بكام؟ يبقى انا عندي الاكس ماينس الفايف لازم تاخد اي نمبر ما عدا مين؟ ما عدا النمبر اللي يخلي لي دي بزيرو لان ما فيش حاجه اسمها عندي زيرو باور زيرو ده اندفايند. يبقى انا عندي ايه الحاجه اللي تخلي الاكسبريشن ده بزيرو؟ لما الاكس تكون فايف. يبقى الار ديفرنس الايه؟ ديفرنس الفايف. يعني الاكس تاخد اي فاليو ما عدا الفايف يتحقق الكلام ده. هنا الاي ب 7 باور اكس والبي بكذا يبقى الاي تايمز بي بكام؟ يبقى الاي تايمز بي يبقى 7 باور اكس كلام ده تايم 7 باور نيجاتيف اكس اللي هي 7 اكس ماينس الاكس يبقى 7 باور 0 ايكوال كام؟ ايكوال 1. بروبلم 11 مديني اكس وواي وعايز اكس وواي. طب الاكس واي هتيكوال كام؟ هيبقى عندي الاكس واي هتيكوال معايا روت 2 بلس 3 باور 5 الكلام ده تايمز روت 2 بلس 3 الكلام ده نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف ال 5 يعني هيكوال معايا الاتش نفس البيز يبقى من حقي اد الباورز يبقى روت 2 بلس 3 وعندي هنا 5 ماينس ال 5 يعني هتيكوال روت 2 بلس 3 باور ايه؟ باور 0 اللي هي بكام؟ اللي هي ب 1. اللي بعديها ده بيكوال ايه؟ طيب خد بالك في نيجاتيف ساين هنا. طب تعالى بس نشوف ده الاول. ده باور نيجاتيف 4 اللي هو هيكوال معانا 6 اوفر 5 باور كام؟ باور 4. طب انا الباور 4 ده عباره عن ايه؟ عباره عن 2 باور 2. طب ما ننزل ال 2 ده تحت يعني اكنها هتيكوال معايا 6 اوفر ال 5 سكويرد الكل ايه؟ سكويرد اللي هتيكوال 6 سكويرد 36 5 سكويرد 25 كلام ده ايه؟ سكوير. طب هنا في نيجاتيف ساين مش مشكله لان الترم ده هيكوال نفس الترم ده في وجود النيجاتيف لان النيجاتيف ده عليه باور ايفن فاكنه مش موجود. يبقى هنا 36 ديفايدد 25. اللي بعديها ده بيكوال 5 يبقى ال 8 باور نيجاتيف اكس ايكوال كام؟ طب انا عارف ان ال 8 عباره عن ال 2 باور 3. طب 8 باور نيجاتيف اكس اللي هي 1 اوفر 8 باور اكس اللي هي هتيكوال معانا 1 باور 2 اوفر 3 ايه؟ اكس. احنا خدنا الحركه دي اكتر من مره ان انا ممكن اشقلب الاكس مكان ال 3 يعني هتيكوال كده 1 اوفر 2 باور اكس اول اوفر باور كام؟ باور 3. طب هو مديني بيقول لي 1 اوفر 2 الكل باور اكس اعمل فيها ايه؟ طب ما انا عندي ال 1 ده اكنه 1 باور 3 يعني اكن 1 باور 3 ديفايدد 2 اكس باور 3 اللي هي تديني 1 اوفر 2 باور اكس الكل باور كام؟ باور 3. طب انا عندي 2 باور اكس طب ما ال 1 برضه ممكن اعتبر 1 باور اكس يعني هتيكوال 1 باور اكس ديفايدد 2 باور اكس الكل باور كام؟ باور 3. طب الاثنين دول هم ايه؟ دول هم 5 يبقى هتديني 5 باور 3 اللي هي 120 ايه؟ 25. اللي بعديها مديني 2 باور اكس و2 باور واي وعايز 2 باور اكس بلس الواي. طيب انا عندي 2 باور اكس بلس الواي دي معناها 2 باور اكس تايمز 2 باور ايه؟ باور واي. طب 2 باور اكس ب 7 2 باور واي ب 5 يبقى يديني 35. هنا مديني بردك 5 باور اكس و5 باور نيجاتيف واي وعايز ده. طيب ال 5 باور اكس بلس الواي هيكوال خد بالك هنا الواي عليها نيجاتيف ساين يبقى هتيكوال 5 باور اكس. لو انا عايز اقول ماينس ماينس واي اجيبها ازاي؟ يبقى ديفايد بقى يبقى ديفايد 5 باور ماينس واي. في الحاله دي يتحقق معايا الاكسبريشن ده يبقى هتيكوال معايا يبقى 3
divided 7 اللي هي 3 over 7. نيجي نشوف بعد كده complete برضو. x power 3 y negative 3 equal كذا، يبقى ده equal كام؟ طيب تعال نشوف هنا، انا عندي دي عبارة عن ايه؟ ال x power 3 y power negative 3 دي هت equal x power 3 over y power 3 نضم الباور، يبقى كأنها x over y الكل باور كام؟ باور 3. طب ده بيكوال كام؟ ده بيكوال 8. طب ال 8 دي بتكوال ايه؟ بتكوال 2 باور 3. يبقى x over y باور 3 equal 2 باور 3، يبقى واضح ان ال x over ال y equal كام؟ equal 2. طيب احنا عايزين مين؟ احنا عايزين y squared x minus 2 اللي هي y squared over x squared اللي هي هت equal هنا ال x عندي over y ب 2، يبقى ال y over x بكام؟ ب 1 over 2. يبقى هنا ده عبارة عن y over x all over power 2 اللي هي 1 over 2 all over power 2 اللي هي 1 over كام؟ over 4. اللي بعديها مديني ال x بكذا وال y بكذا، عايز ده شكلها غريب قوي، يبقى لازم افكر. يبقى لما اقول x power 100 and 1 times y power 100 دي هيكوال كام؟ x power 100 times ال x الكلام ده times y power ايه؟ power 100. طب ناخد ده مع ده، يعني هتيكوال معايا xy باور كام؟ باور 100 تايمز مين؟ تايمز الاكس. طب xy باور 100 ايكوال ايه؟ تعالى نجيب الxy. الاكس عندي بروت 2، الواي عندي بروت 2 باور نيجاتيف 1 اللي هي 1 اوفر روت 2، ده يروح مع ده يديني كام؟ يديني 1. يبقى عندي ده هيكوال كام؟ ده كله ب 1 تايمز اكس، يبقى 1 تايمز روت 2 اللي هي هتيكوال روت 2. بروبلم 3، هنا 3 باور اكس بلس 2 ايكوال 18، يبقى ده ايكوال باور اكس ايكوال كام؟ طب ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن 3 باور اكس تايمز 3 باور 2 ايكوال كام؟ ايكوال 18. طيب يبقى انا عندي هنا 3 باور اكس تايمز 9 ايكوال 18، يبقى 3 باور اكس هتيكوال معانا ال 18 ديفايدد 9 ويتش از 2. طيب ال 81 ده عباره عن ايه؟ عباره عن 9 تايمز 9 وال 9 3 باور 2، يبقى دي اكنها 3 باور 4 اول اوفر باور اكس. نبدل عشان نظهر ال 3 باور اكس، يبقى زين 3 باور اكس اول اوفر باور 4 هتيكوال دي بكام؟ ب 2، يبقى 2 باور 4 اللي هي 4 تايمز 4 اللي هي 16. اللي بعديها مديني 2 باور اكس و 2 باور واي وعايز الفاليو دي. طب ال 4 دي عباره عن ايه؟ ال 4 هنا 2x بلس ال y، ال 4 عباره عن 2 باور 2، يبقى 2 هنا 2 تايمز 2x بلس ال y اللي هت ايكوال 2 باور 4x بلس 2y اللي هت ايكوال 2 باور 4x تايمز 2 باور 2y. لحد هنا نبص بقى، انا عندي هنا 2 باور اكس بكام؟ ب 3 ودي 2 باور واي، يبقى نظبط دي اللي هي هتيكوال الاتي، ناخد 2 باور اكس الكل باور 4 وهنا ناخد 2 باور واي الكل باور 2، يبقى هنا يديني 4 اكس وهنا يديني ايه؟ 2 واي. يبقى من حقي بقى اشيل ال 2 اكس واحط 3، يبقى 3 باور 4 تايمز 2 باور واي 5، يبقى 5 باور 2 اللي هي هتيكوال 3 باور 4 اللي هي 9 تايمز 9 يبقى 81 تايمز كام؟ 25 اللي هي هتيكوال معانا 2025. اللي بعديها هنا تشوز ذا كوركت انسر فروم زوز جيفن، مديني 5 ملتبلاي 3 تايمز ومديني التوز دي كلها ايكوال 4 تايمز ايه؟ طب ال 4 دي عباره عن ايه؟ 2 تايمز 2، يبقى انا هظبط دول بس. طب دي عباره عن ايه؟ يبقى معايا يبقى ده هيكوال 4 تايمز هنا 5 باور 3 تايمز 2 باور كام؟ باور 3. واحنا اتفقنا لما يكون عندي ايكوال باورز ممكن ايه البيزز احقق عليهم الاوبريشن، يبقى هتيكوال معايا 4 تايمز 5 تايمز 2 يبقى 10 باور كام؟ باور 3. اللي بعديها من المسائل برضك المشهوره والجميله جدا 2 باور 2011 وهنا 2 باور 2010، هنشتغل على دي الاول. هنا 2 باور 2008 and 11 دي بتيكوال ايه؟ دي بتيكوال 2 باور 2010 بلس ال 1،
طب بلس 1 يعني 2 معمول مالتبليكيشن، يعني 2010 تايمز 2 باور ايه؟ باور 1. يبقى هت ايكوال معايا 2 باور 2010 لما يكون تايمز 2 يبقى متكرر مرتين، لان انا عندي المالتبليكيشن عباره عن ريبيتد اديشن، يبقى اكن ده بلس مين؟ بلس 1 تاني زي، يبقى 2، يبقى دي كده دي المسائل الحلوه. اللي بعديها الاكسبريشن ده بيكوال ايه؟ طيب انا عندي 256 دي مشهوره، دي عباره عن 2 باور 8، يبقى دي هتيكوال 2 باور 1000 بلس 2 باور 8 اول اوفر باور 125، اللي هي هتيكوال 2 باور 1000 بلس 2 باور ايه؟ باور 1000. توصل معاك المساله حاجه زي كده، ناخد ال 2 باور 1000 كومن، يبقى 1 بلس 1 يبقى 2 باور 1000 تايمز 2 اللي هي 2001. اللي بعد كده مديني الاكسبريشن ده وعايز ده. طيب هنا نعمل ايه؟ ناخد الايكويشن دي نعمل لها سكويرنج. لما اجي اعمل لها سكويرنج يبقى اكس بلس 1 اوفر اكس سكويرد ايكوال كام؟ ايكوال روت ال 5 سكويرد ب 5. طب ده يديني ايه؟ ده يديني لما اجي افكه الفيرست سكويرد بلس توايس الفيرست تايمز السكند بلس السكند سكويرد. تمام؟ الكلام ده بيكوال معايا 5. انا عندي الاكس هتروح مع الاكس، يبقى انا عندي هنا اكس سكويرد بلس 1 اوفر اكس سكويرد هتيكوال معايا ال 5 وودي ال 2 هناك بالنيجاتيف. يعني ده هيكوال معايا كام؟ هيكوال 3. هنا الديجيت ان ذا يونتس بليس اوف ذا از ايه؟ طب تعالى نشوف ده ايكوال كام. انا عندي 2 باور 12 و 2 باور 14. الحل الوحيد ان انا اخفض من هنا 2 عشان اقدر الباور يبقى زي الباور واضم دول مع بعض، يبقى اكنها 3 باور 12 تايمز 2 باور 12 تايمز 2 تايمز ايه؟ تايمز 2 اللي هو هيكوال هنا ده اللي هي 6 باور 12 تايمز كام؟ تايمز 4. لما تيجي تشوف بعد كده 6 باور 12 على الكالكوليتور هتيجي ان اليونتس بليس موجود فيه 6، تعمل لها تايمز 4 يبقى يديني 24، يبقى هيبدا معايا بكام؟ هيبدا معايا ب 4. وبكده يبقى احنا خلصنا ليسون 1 في يونت 2. معلش هو ليسون طويل شويه بس بيعتبر ريفيجن كبيره ل 3 ليسونز انت خدتهم قبل كده، وبيعتبر مدخل لل 2 ليسونز الجايين. وبالتوفيق ان شاء الله.